صباح الخير، صباح الهنا والرزق وكل حاجة حلوة. بداية الأسبوع وعشر الصبح في الأهلي، يوم جديد وحلقة جديدة وأسبوع كمان جديد. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك يا نهواندو، صباح الفل على مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. وإن شاء الله بداية الأسبوع ده تكون بداية زي الفل، والأسبوع كله يكون زي الفل علينا جميعا بإذن الرحمن. أهلا بيكم في حلقتنا النهاردة عشر الصبح في الأهلي. كالعادة هنتكلم معاكم عن كل ما هو متعلق بالنادي الأهلي، وبطبيعة الحال لازم هنقف كتير عند تفاصيل المفاجآت اللي كل يوم بتتوالى علينا في ضمن فعاليات المونديال. أكيد هنتكلم في هذا الموضوع سواء في الساعة الأولى أو في فقرتنا الحوارية الأولى. بالمناسبة الفقرة الأولى هتنورنا فيها الأستاذة منة عمر الناقدة الرياضية، وتاني وآخر فقرتنا الحوارية النهاردة هتكون فيها نهواند مستضيفة دكتورة ريهام الحياوي، وهيكلموا في موضوع يهمكم جدا. بص، في كده كم كهجة يعني في الاول عايزين نتكلم فيها سريعا، ممكن يبقى البعض منها ملوش علاقه قوي ب يعني الرياضه، بس هي حاجه ليها علاقه بالسياحه لازم ان احنا نشيد بيها في البدايه. امبارح كان في زي فاشن شو لواحده من كبرى يعني شركات الفاشن في العالم، كانت في الاهرامات، حاجه اعتقد العالم كله كان بيتكلم عنها. احنا كنا بنقول دايما يا كريم لازم يبقى في ايفنت كبير عالمي من خلاله تقدر ان انت تروج للسياحه بتاعتك، وفي نفس الوقت السياحه الرياضيه اللي قلنا عنها من خلال البطولات العالميه والدوليه اللي بتقام، كل ده في الاخر بيصب ان انت بتحسن من الدخل بتاعك، وبالتالي بتحسن من كمان الماركتنج بتاعك زي ما بيتقال. فامبارح حاجه او حدث عالمي لازم كنا نقول بجد برافو وشابو للناس اللي كانت وراء هذا العمل ان هو يكون موجود عندنا. طبعا مش هنقول اسم الشركه العالميه، لكن حاجه كانت محترمه جدا. لو تفتكري من كام شهر كان في ديفيليه برضو لمصمم ازياء عالمي، وكان معمول في الاقصر في احد المعابد الموجوده في الاقصر لو تفتكري، وكانت الصور والفيديوهات محور اهتمام العالم كله نظرا لعالمية الشخص صاحب الإيفنت. لكن اللي خد السكسي كله أكتر من الإيفنت نفسه طبيعة المكان اللي بتعمل فيه. يعني أنا ما شفتش أي حاجة لسه من الديفيليه اللي انت تكلم عليه أو من الإيفنت امبارح، بس متخيل كده بالباك جراوند مع الإضاءات مع الأنوار بتاعت الأهرامات، أكيد حاجة رائعة. بالمناسبة أنا برضو لو تسمحيني أنا هواندر عايز أخد بس يا فندم طبعا 30 ثانية عشان عارفة من باب إيه؟ من باب كف الأذى عن الناس. أنا بس عايز أقول حاجة لو تسمحوا لي هخرج فيها بره إطار البرنامج، بس هي من باب حتى النصح والإرشاد عشان ما حدش يغلط غلطتي وبالتالي ما يقعش في نفس اللي أنا وقعت فيه. أنا بقالي يومين الأكونت بتاعي على الفيسبوك كان متهكر، وفي شخص ما اللي هو لص يعني دخل خرجني بره الاكونت اساسا، وبقى هو اللي مسيطر تماما على مجريات الامور. انا لمده 48 ساعه مش قادر اقول لحضراتكم كميه المكالمات اللي جات لي من ناس يعرفوني وما يعرفونيش، وصلت لهم مني المفروض يعني انه مني رسائل بمضمون غريب، والطلب منهم من خلالها طلبات غريبه جدا، اموال وصور وحاجات عجيبه جدا. فخلي بالكم لو حد بعت لكم رساله قال لكم فيها كود، اول ما تسمعوا كلمه كود اقفلوا الرساله على طول من بره بره، لان انا عايز اقول لك انا اللي ساعدت ان ده يحصل فيا. ليه بقى؟ طب تدوس على اي حاجه تجيلك؟ لا، ما انا هقول لك، ما هو في 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 شخص صديق عزيز ومنتج كبير جات لي منه رساله، انا ما كنتش واخد بالي ان هو نفسه الاكونت بتاعه متهكر. انا جات لي رساله منه أوكي. كريم حبيبي بعت لي رقمك، فبعت له رقم فقال لي اخبارك ايه وبشوفك على طول في قناه الاهلي وحاجات زي كده كانترودكشن للكلام. بعد كده قال لي من فضلك انا عندي مشكله مش قادر ادخل على الاكونت بتاعي، فهبعت لك على رقمك رساله فيها كود، لو سمحت اعمل لها كوبي وبعتها لي هنا. انا بحسن نيه او بغشوميه سميها عملت اللي هو طلبه مني، وابتداء من اللحظه دي كانت نهايه يعني علاقتي بالاكونت. ده الفيسبوك ها؟ كان فيسبوك فيسبوك. فيعني تحذير لكل الناس حتى يعني من باب كف الأذى. احنا نوهنا كريم على فكره على الموضوع ده قبل كده، وقلنا برضو لان انا اتكلمت في ده يمكن من كام شهر. صحيح. انا برضو في صفحه، وصفحه عماله تكبر كل يوم عن الاول بصراحه. انا مش عارفه دلوقتي كام، ابتدت مثلا 7000 دلوقتي وصلت قربت ل 100 وحاجه الف. الله يعني الله. وانا عماله اقول يا جماعه مش صفحتي يا جماعه مش صفحتي. بس واضح الناس عجباهم يعني. فطبعا صفحه يعني برضو بتقعد تكتب، بس تكتب بطريقه اللي عرفني عارف ان دي مش اسلوبي وده مش طريقتي ابدا. يعني انا رحت وعملت محضر في مديريه امن القاهره ومعايا رقم المحضر، وانا يعني قلت هنا على الهواء وقلت في الراديو وقلت في كل الاماكن وعلى صفحاتي الخاصه ان ما عنديش صفحه على الفيسبوك، واي حاجه بتصدر من هذه الصفحه انا ليس لي اي علاقه بها. فنتروى كده ونخلي بالنا يا جماعه بليز من اي حد بيعمل فولو لاي بابليك فيجر، مذيع سياسي اعلامي فنان، ان هو بس تاكد ان هي دي الصفحه بتاعته، لان في ناس كتيره جدا ما عندهاش اصلا اكونتس وتلاقي معمول لها 100 بيج وحاجات زي كده. فكان مهم على فكره انك تنوه دي حاجه في صلب اصلا الموضوع.
طيب نخش بقى كده، او قبل ما ندخل بقى خلينا قبل ما ندخل كمان في اجواء المونديال، يعني اللي دخل في نقول المراحل الحاسمه كمان، خلينا نروح الاول لفريقنا النادي الاهلي. طبعا الحمد لله اللي احنا دلوقتي نقدر نقول لو جينا قيمنا كده ماشيين بشكل شويه مميز بين كمان بدايه الموسم، يعني اول امبارح كانت عندنا طبعا مباراه في الجوله الخامسه من بطوله الدوري مع طلائع الجيش، فريق قلنا ان هو قوي، فريق قلنا ان هو هيبقى فيه تنافسيه شديده جدا معاه على الارض، هي المباراه الرابعه لينا لانه لسه الاهلي يعني عنده مباراة متبقية، وكسبنا بهدفين طبعا مقابل هدف سجلهم أحمد عبد القادر، كان هدف جميل من أسيست رائع كمان لبرونو سافيو، وعمرو السولية من ركلة جزاء كانت في الشوط الثاني. طيب تيجي تقيم كده هتقول مبدئيا في كذا نقطة تفصيلية، يعني لما تيجي تتكلم أو إحنا حابين نتكلم نشير ليهم. أولا يا كريم، الوضع هنا التنافسي الحالي بيقول إن كل ماتشات الدوري على كل الفرق أعتقد إن هي مش سهلة أبدا، يعني مفيش حاجة اسمها هنا مباراة مضمونة وتلات نقاط في جيبك، في الكلام ده مش موجود خالص، وخصوصا مع حركة التغييرات الفنية والإدارية اللي احنا كمان شايفينها في مسابقة الدوري على أندية كتيرة جدا. كمان فكرة إن الفوز اتأخر وإن الأهلي كان متأخر أصلا بهدف في الشوط الأول، ده أمر يمكن شوية طبيعي، وعلى فكرة برضو وارد جدا، يعني وارد إن يكون في نقص بعض النقاط او ان انت تفقد بعض النقاط، لكن الاهم من كل ده انك تحافظ بقدر الامكان على ثبات مستواك. تاني، ثبات مستواك ده امر مهم جدا بالنسبه لنا كاهلاويه، وعلى فكره ان انت تجمع النقاط كمان في المرحله دي، لان كل فوز هيخليك تاخد ثقه كمان اكبر من انك توصل في النهايه للهدف الاسمى، هو طبعا الفوز ببطوله الدوري. واعتقد يا كريم ما فيش تنازل عن الدوري السنه دي او هذا الموسم، يعني ان شاء الله كمان الجمع بين الدوري والكاس والمنافسه مره ثانيه على لقب دوري ابطال افريقيا اللي احنا اصحاب الرقم القياسي بقى، لو هنتكلم برضو بلغه الارقام يا جماعه احنا اصحاب الرقم القياسي في الفوز بيه، فهنقول مبروك للاهلي لحد هذه اللحظه مفرحنا، واللي جاي باذن الله يكون افضل يا رب ان شاء الله. يعني على ذكر النقطه اللي انت بتتكلمي فيها، فكره ان الدوري بصفه خاصه الموسم ده ما فيش اي مساحه فعلا للتهاون بشانه، وكل الكلام اللي انت قلتيه كلام منطقي جدا. يعني هوندو عايز كمان اقول انه يعني برضو استكمالا لنفس السياق، انه اكيد اللي كان فريق الكوره في بدايه الموسم حقق المطلوب وكسب ثلاث ماتشات في بدايه الدوري وتخطى مرحله دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا، ومع الوقت ابتدى شويه بشويه يدخل في فورمه الماتشات مع المدرب الجديد في ذلك الوقت اللي كان لسه وقتها مستجد مارسيل كولر، لغايه لما كسب بطوله السوبر امام طبعا نادي الزمالك وكسب اللقاء ده عن جداره. كان عندكم بقى في المقابل فترة توقف، عندك إصابات، عندك غياب لاعبين، عندك لاعبين دوليين كانوا في تجمعات المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي أو منتخب الشباب، عندك محترف مهم جدا ضمن القوام الرئيسي لفريقك كان مشغول في المونديال مع منتخب بلاده اللي هو تونس، بتكلم طبعا على علي معلول، ده غير أنه طبيعي جدا أنك تلاقي كل الفرق اللي بتلعبك عايزة تخرج بأفضل نتيجة ممكنة، ده أمر معروف وما هياش حاجة عجيبة. كمان فريق طلائع الجيش الحقيقة فريق مميز، معاه مدير فني ومدرب مميز جدا كابتن محمد يوسف، عمل ماتش يعني تكتيكيا ممتاز، وكان في إمكانه أنه يخرج يعني كمان فائز بهذه المباراة أو على الأقل يخرج متعادل مع نهايتها، لكن بطبيعة الحال يعني لعيبة النادي الأهلي حسموا اللقاء في نهاية الأمر. مليون مبروك وإن شاء الله اللي جاي أقوى وأحلى بإذن الله. بإذن الله. خلينا بقى نروح دلوقتي للمونديال، والناس أطلقت عليه مونديال اللحظات الأخيرة، مونديال المفاجآت، مونديال النجاح فعلا. لو أنت جيت كده شفت يا كريم الأفريقي والآسيوي وهقول العربي على فكرة، حتى لو كانت منتخبات قليلة أو يعني تتعدى على إيد واحدة أو يعني هي منتخب عامة. الله، نزلتي بصوابع الايد. بقى واحد بس، الواحد هيعمل ايه طيب؟ بس على كل حال برضو يعني كانت خارجه عن التوقعات يا كريم ان انت يبقى عندك منتخب عربي بينافس وبينافس بشده وباذن الله عنده كمان مباراه مهمه جدا، لا اعتقد دي حاجات مهمه. على كل حال يعني المجمل نقدر نقول اللي هو مونديال مميز ومونديال غير متوقع. وطبعا قبل ما اتكلم عن ماتشين طبعا امبارح وماتشين النهارده كمان، عايزه بس اقول لحد حضراتكم كم نقطة كده أنا وكريم عن المونديال الحالي، ودي نقط أو نقاط مهمة جدا للمتابعين. يمكن أول مرة النقطة الأولى إن احنا نشوف في تاريخ المونديال بيتأهل فريقين من أفريقيا للدور ثمن النهائي، يعني عندك السنغال والمغرب، يعني قبل كده كان أقصى حد إن هو يتأهل فريق واحد بس، عشان كده احنا نرجع نقول تاني احنا سعداء. وعلى فكرة برضو كان ممكن يتأهل أكتر من منتخب زي تونس مثلا اللي كانت عنده برضو يعني فرصة كبيرة، أو المنتخب التونسي اللي ترك بصمة جيدة جدا وكان يقدر على
كمان الفوز على فرنسا حامل اللقب واحد من اهم المرشحين للبطوله، وكمان الكاميرون اللي كسبت البرازيل وبرده كانت قريبه جدا من التاهل، وغانا اللي ضيعت برده، انا مش عايزه انسى حد، غانا اللي ضيعت على نفسها فرصه ان هي اصلا توصل على حساب اورجواي وكوريا. يعني النتيجه ان المونديال الحالي بجد شهد نجاح افريقي غير مسبوق وتوقعات غير مسبوقه، ومنتخبات بتطلع يا كريم ومش بتصعد ومش بتتاهل، كانت في الاول من المنتخبات اللي يمكن البعض قال لك دي من المنتخبات اللي هتفوز اصلا او هتتاهل او هتوصل للنهائي يعني. بس الحاجه اللي كانت غريبه ان الناس فرحت قوي بعد ما منتخب المانيا ايه بالذات في عالمنا العربي طبعا بصفه شخصيه طبعا يعني الموضوع اوكي، المانيا طبعا من المنتخبات القوية، ولكن نختلف معها في أمور كثيرة، نختلف معها في وجهات نظر كثيرة، نختلف معها في مبادئ، حاجات زي كده. يمكن ده الشق اللي البعض منك عرب كمان اتكلم عليه أكتر، مش فكرة المستوى في الملعب، ولو إن على فكرة المستوى في الملعب ما كانش أفضل شيء هذا المونديال يعني، عشان حق يقال. يمكن أنا اللي أبهرني أكتر المنتخب الإنجليزي، أنا كنت متوقعة أن المنتخب الإنجليزي مش هيعمل أي حاجة، بس هو لعب ماتشات حلوة يعني. هو بالنسبه لمنتخب المانيا في ناس كتير الحقيقه كانت سعيده زي ما انت بتقولي بخروجه، لان هم كانوا جايين مش مركزين في الكوره قد ما مركزين في حاجات تانية. هدف معين بالظبط كده. على كل الاحوال طبعا كل الكلام اللي بتتكلم فيه نهاوند فيما يتعلق بالتفوق الافريقي الملحوظ في النسخه دي من المونديال اكيد حاجه تسعدنا كلنا، وبرده كلمه حق لازم تتقال، كان هناك ايضا تفوق اسيوي عظيم اللي حصل طبعا بتاهل منتخبين من قاره اسيا للدور الثمن النهائي، ده في حد ذاته انجاز اول مره يحصل من سنه 2002. وكمان اذا اعتبرنا ان تاهل استراليا يعتبر تاهل اسيوي من منطلق ان هي في نفس المجموعه، فيعني بتدخل، لان طبعا حضراتكم عارفين ان اسيا ان استراليا بتدخل التصفيات مع مجموعه اسيا، يعني احنا كده بنتكلم على ثلاث منتخبات من اسيا وصلت للدور ثمن النهائي، هم اليابان وكوريا الجنوبيه واستراليا، انجاز كبير جدا جدا. وكمان كان ممكن تحصل المفاجاه اللي كلنا كنا بندعي بانها تحصل وكنا مستنيينها، فكره ان السعوديه هي كمان تتاهل، لكن الحقيقه حجم الاصابات اللي ضربت الفريق كانت صعبه جدا. كمان المونديال الحالي ولاول مره في التاريخ بيشهد تحقيق 7 انتصارات من جانب المنتخبات الافريقيه، ودي حاجه نادره الحدوث يا حضرات. طبعا اكبرها على الاطلاق كان فوز الكاميرون على البرازيل في مباراه كانت يعني عظيمة بكل المقاييس، ده أول فوز إفريقي على البرازيل في تاريخ المونديال. عشان كده بالمناسبة الناس في الكاميرون برغم الخروج بقى خلاص خارج إطار المنافسات، لكن كانوا مولعين الدنيا احتفالا في كل شوارع الكاميرون بهذا الإنجاز العظيم. فكرة إن إحنا فوزنا على البرازيل، إحنا كده كأننا خدنا المونديال، مش عايزين أكتر من كده ومش لازم نكمل. جبرت خلاص. والله جبرت على كده صحيح. لا بس كانت مفاجأة. طبعا. يعني الحق يقال أو تو بي أونست يعني كانت مفاجأة. البرازيل لا ده الناس قالت لك البرازيل هي اللي هتبقى صاحبة اللقب هذا الموسم أو يعني هذا المونديال، فكانت غريبة جدا. والبرازيل كان عندها ما يؤهلها لده على فكرة طبعا. يعني هو عندها ما يؤهلها لده، ففكرة أن هي لا تتأهل لا دي عشان كده فعلا هو مونديال مفاجآت. انا فعلا دلوقتي من الناس اللي فكره ان ممكن على فكره تلاقي في الاخر مثلا دوله غير متوقعه تماما ان هي اللي تفوز يعني وارد جدا وارد. خلاص دلوقتي بقى مش شرط ابدا من المنتخبات صحيح. المقرره او صاحبه اللقب قبل كده في يعني نسخ سابقه هي اللي تفوز ابدا صح. ممكن فعلا هذه النسخه نتفاجأ كلنا. على كل حال هرجع اقول تاني ان انا يعني هكون من الناس اللي سعداء جدا لو منتخب عربي قدر ان هو بعديه منتخب افريقي قدر ان هو يتاهل للتصفيات النهائية. يا سلام. الواحد هيبقى فعلا خارج من هذا المونديال حتى لو طبعا ما حصلوش على اللقب، بس سعداء ان انت كل مونديال يا كريم بتقرب اكتر صح. او بتوصل اكتر او بتتنافس اكتر، بتبقى على سيم يعني ليفل او نفس صح. المستوى، ده بيأهلك ان انت بقى المونديال اللي جاي واللي بعده ممكن ان انت تبقى من فعلا المنتخبات اللي في النهائيات. وان شاء الله مصر صحيح. بقى احنا عايزين المونديال الجاي مصر. يا رب. مفيش بقى بص في حاجات كده ما فيهاش اوبشن، ما فيش رفاهيه ان انت يبقى موجود او مش موجود، هو انا لازم هبقى موجود. فباذن الله مصر المونديال القادم باذن الله احنا كمان نكون مسافرين لو ما سافرناش يعني النهائيات بتاعت ده، ان انا بحاول دلوقتي اسافر باذن الله. ايه ده ايه ده هتتخلي عني وتسيبيني؟ يعني انت هتروح الدوحه وتسيبيني انا هنا في الجيزه لوحدي؟ الاجابه يعني ده اللي انا بقول لك اشوفها صريحه قدام الناس. اصيله من الناس اصيله. اعمل لك مداخلات تغطيه من هناك بقى. على كل حال خلينا نرجع ونتكلم عن الماتشات. امبارح كان في ماتشات طبعا، ونتكلم عن دور ال 16 بالمونديال اللي بدات، انا هقول عليهم كده زي ما بيتقال يعني الطواحين الهولنديه اللي قدرت فعلا انها تفوز بجداره على امريكا 3-1 وتبقى اول المنتخبات المتاهله لدور الثمانيه لكاس العالم، حاجه محترمه بصراحه فعلا. ناس كتير امبارح كانت مبسوطه صحيح. كمان ماتش الارجنتين مع استراليا شهد تالق لميسي وقاد الارجنتين لدور الثمانيه بعد الفوز العظيم جدا على استراليا، وبكده بقى
لو احنا هنتكلم بلغه ارقام، ميسي سجل الهدف الرقم 9، الهدف ليه رقم 9 في بطولات كاس العالم، وبرده بكده يقدر نقول ان هو تخطى رقم مارادونا صاحب الثمان اهداف، وفاضل له هدف واحد يا كريم عشان يعادل رقم باتستوتا الهداف التاريخي للارجنتين والاسطوره طبعا على رايك. امبارح كمان دي كانت مباراه ميسي رقم 1000 في مشواره الكروي، رقم 1000. فميسي ورونالدو لو هنتكلم هم بجد ظاهره، يعني ظاهره هذا الجيل بارقامهم، مهما كانت بقى قوه التنافس ما بينهم هيفضلوا هم علامات للجمع. حتى لو انت مش من مشجعي ده او ده، لا بس نقدر نقول ان بجد اسطوره. صحيح. اسطوره ميسي. صحيح. اسطوره رونالدو. عشان كده دايما وقلنا الكلام ده قبل كده، المونديال الجاي هم مين اللي هيبقى نجومه؟ يعني انت عندك ميسي مش هيبقى موجود، ورونالدو مش هيبقى موجود، ليفاندوفسكي مش هيبقى موجود. صحيح. مش عارفه مين تاني من الاسماء الكبيره مش هيبقى موجود، مش هيبقوا موجودين، بس دول الاساس. وما ظهرش سو فار حد شبهه. لا ما فيش حد قدر. هالاند في الطريق، بس برضه هالاند لسه يعني ما نقدرش نقول ان هو يقدر يكون مكان حد منهم. صلاح باذن الله بقى يبقى هو واحد من ابرز النجوم بتوع المونديال القادم باذن الله. يعني على كل حال نقدر نقول لو هنرجع تاني للماتش، يعني فوز هولندا والارجنتين في مباراه امبارح ده هيخليهم بعد في دور الثمانية، وبالتأكيد هيكون طبعا ماتش يعني صعب جدا. ده هيبقى ماتش تقطيع. تقطيع يعني بالمعنى الحرفي للكلمة. بالمناسبة بقى يا حضرات، النهاردة إن شاء الله عندنا مباراتين أقوى من بعض. المباراة الأولى هتجمع ما بين الديوك الفرنسية مع بولندا. بطبيعة الحال معظم التوقعات ماشية في سكة إن فرنسا هي اللي هتكسب، لكن يعني أكيد المدرب ديشامب هيدفع بكل النجوم على رأسهم بابي وجريزمان وجيرو من البداية، يعني ده غالبا هو اللي هيحصل. في المقابل بقى منتخب بولندا اللي صعد بفضل تألق حارسه نجم اليوفي والهداف كمان ليفاندوفسكي، أكيد مش هيكون خصم سهل بأي حال من الأحوال. خلي بال حضراتكم ماتشات الأدوار الإقصائية دايما بتشهد مفاجآت مدوية. ده الماتش او دي المباراه الاولى. المباراه الثانيه هي اللي هتاخد اكيد برضو معظم اهتمام الجماهير في افريقيا تحديدا، لان طرفها الاول هو اسود التيرانجا السنغال في مواجهه منتخب انجلترا. اكيد بنتمنى لمنتخب السنغال اللي قدم مباريات جيده جدا الحقيقه لغايه هذه اللحظه في البطوله، بنتمنى له كل التوفيق. اكيد برضو هيكون ماتش مش سهل، مواجهه انجلترا هتكون مواجهه صعبه، لانجلترا صاحبه اعلى عدد من الاهداف في مرحلة المجموعات برصيد 9 أهداف، تساوت بكده مع أسبانيا، ومحتاجة يعني الحقيقة أكيد من لعيبة السنغال مجهود كبير جدا. بالمناسبة أغلب القوام الأساسي في منتخب السنغال هم لعيبة محترفين في إنجلترا، يعني نقدر نقول إن قراية المباراة بين الطرفين هتكون متكافئة نسبيا إلى حد كبير، وأكيد هنشوف ماتش قوي جدا هنسعد اكيد بمتابعته ان شاء الله باذن الله. وبمناسبه بقى احنا بنتكلم عن المغرب ويعني دور ال 16، خلونا نتكلم اكتر ونرحب هاتفيا بالاستاذه سعاد محمد الصحفيه المغربيه، وهي مقيمه في مصر بالمناسبه. يا استاذه سعاد بونجور، صباح الفل. بونجور، صباح الخير. زي حضرتك يا استاذه هواند، وصباح الخير استاذ كريم. اهلا بيكي، ويعني سعداء بجد كلنا بالتالق اللي المغرب واصله له. عارفه كده زي ما تقولي المغرب ممثله الوطن العربي كله حاليا، واحنا سعداء وبنتمنى باذن الله ان هي توصل كمان للتاهل والنهائيات يا رب باذن الله. خلينا بس نبدا كده، بما ان حضرتك استاذه سعاد مقيمه في مصر، خلينا نروح لاجواء الاحتفال والتاهل لدور ال 16، وازاي احتفلت الناس هنا، شفتي ده ازاي، قريتيه ازاي، بدايه قبل ما نروح بقى للمباراه الحاسمه بين المغرب طبعا واسبانيا، اتفضلي. هو عموما احنا دايما كل ما ماتشات مثلا ماتش يكون سواء مغربي مع اي بلد ثانيه او يعني ماتش سواء مثلا منتخب او يعني مثلا ماتش مثلا بين مصر والمغرب، دايما بنتجمع، يعني احنا كمغاربه ومصريين بنتجمع دايما، يعني بنشجع بعض سواء مصر سواء المغرب بنشجع بعض. المره دي بقى كان التشجيع يعني بيخص المغرب بس، مغاربه ومصريين. صحيح. وبلد ثانيه على فكره عربيه، يعني كلنا الكافيهات والمطاعم كلها كانوا المغاربه متجمعين هناك، وكل كان بيشجع المغرب، كل سواء مصري مغربي، كل يعني اي كل البلدان العربيه كلها كانت بتشجع المغرب. كانت صراحه فرحه حلوه قوي ان احنا كلنا بنشجع بلد عربي. طبعا. مش اسم لازم يكون مغرب، لا بس بلد عربي طبعا. وكانت حاجه يعني كان حلم
ان احنا نصعد ده انا بالنسبه لي كان حلو. انا قلت لهم خلاص كفايه علينا كده يعني، خلاص ما نحلمش اكتر من لا كده. يا استاذه سعاد مش كفايه، لسه بدري. لا مش كفايه، لا لسه بدري يا فندم. انتوا رفعتوا سقف توقعاتنا، وعايز اقول لك انت طبعا بطبيعه الحال عارفه حجم المحبه المتبادله بين مصر والمغرب أكيد وبين الشعبين، أكيد فانت أكيد. اكيد واصل لك دعوات كل المصريين، وعلى فكره انتوا فعلا قادرين على تحقيق هذا الهدف. وبالمناسبه كتير جدا من الناس كمان وقفوا عند يعني المدير الفني المحترم، يعني حاجه عظيمه جدا. ما هو حضرتك هو في، انا بالنسبه لي لازم لما يكون عشان يكون عندك منتخب او لاعبين يعني محترفين او كويسين او بيلعبوا حلو، لازم تكون اول حاجه انا بالنسبه لي حب الوطن، حب طبعًا الوطن طبعًا. زائد لاعبين محترفين، ده مهم جدا في اي فريق في اي بلد في العالم، وكمان مدير فني ممتاز، وكمان لو مثلا من نفس البلد اللي هو مثلا زي ما احنا عندنا مغرب الركراكي. أيوه. وكمان الجمهور المغربي، دي حاجات كلها بتدينا يعني حاجه حلوه. الركراكي هو على فكره كان يعني كان عاهد ان هو يعني كان يقول ان احنا ان شاء الله لما مسك المنتخب المغربي، وكمان كان له دور كبير ان هو اختار اسماء نجوم لاعبين كبار في العالم يعني، واسماء ثقيله جدا، وكمان كان من ضمنها حكيم زياش اللي هو كان مستبعد. ايوه من قبليه المدير الفني السابق، كان وحيد خليلوفيتش اللي هو كان مستبعده، وكان برضه مستبعد حمد الله ونجوم كتير احنا ما نعرفش هو كان مستبعدهم ليه، بس الحمد لله اللي احنا جبنا اللي هو الركراكي، صح جاي بيختار اللاعبين المحترفين، والنتيجه الحمد لله انتم شفتوها اللي هو كان في حب ما بين اللاعبين، والحمد لله ده نتيجه الحمد لله حلوه ومشرفه. رائع جدا. طيب خلينا بقى نروح مع حضرتك كده وتوقعاتك للمباراه القادمه، وبصراحه هل المنتخب المغربي قادر على تخطي هنا عقبه المنتخب الاسباني؟ خلينا نعرف منك برضو استاذ سعاد. هو حضرتك احنا كنا فزنا اسبانيا 2-1 في مونديال روسيا، يعني مش هنقول مش هنفوز، بس ان شاء الله يعني يا ريت احنا بنتمنى أمل كبير. ان شاء الله بنتمنى ان احنا ان شاء الله نفوزهم، يعني ليه لا؟ ليه احنا دايما عندنا العقده بتاعت لا دي البلد بلجيكا الارجنتين، يا رب الارجنتين اسبانيا، صح. ليه دايما احنا بنقول لا لا دي فرقه ثقيله، مع العلم ان كاس العالم سبحان الله ان هو المره دي طلعت منه مفاجآت كتيره جدا، صحيح. يعني في 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 فريق في في فرق كنا بنقول لا خلاص بص ده لعب مع الفريق ده خلاص باين ان هم هيكسبوا، زي ما حصل مع السعوديه، صحيح السعوديه والارجنتين، صحيح يعني طبعا. يعني انا صراحه اول ما بدا الماتش قلت لا الفريق السعوديه اللي بيلعب لا مش ممكن، يعني حلو كان في حب الوطن عندهم، كان بيموتوا نفسهم في طبعًا. في اللعب طبعًا. والله انا بالنسبه لي يعني يا ريت احنا دايما ما نقولش لا الفرق الاجنبيه دي، خلينا شويه ندي فرصه لنا احنا كعرب، صح. ليه ما نسعدش دايما؟ ليه ما تكونش مثلا مصر المره الجايه هي اللي تاخد كاس العالم؟ ليه مع محمد صلاح ولاعبين كتير عندنا في مصر؟ ليه ما تكونش مهم بلد عربي؟ ما نقولش ما نتخوفش وننزل ونقول لا 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 ده فريق فيه كريستيانو، ده فيه ميسي، ليه؟ احنا عندنا نجوم وعندنا لاعبين وعندنا طاقات ما شاء الله حلوة جدا. صح أنا بتفق معاكي، أعتقد أنا وكريم وكل حد بيسمعنا دلوقتي، لأن فكرة أن أنت تقعد تقلل من نفسك لا أنا not good enough، لا أنا أصلا أنا هلعب مع مين، أصل هما يتفوقوا، لا الكلام ده كله هيخليك محلك سر، لازم الواحد يبقى طموح. وزي ما حضرتك قلتي إحنا إيه اللي بينقصنا؟ يعني عندنا الكوادر وعندنا التالنت وعندنا المال وعندنا المديرين الفنيين وعندنا الدعم الجماهيري العربي اللي مش موجود عند أي دولة تانية، ده أنت بتتكلم في عرب، ده لو دولة عربية لعبت هتشوف عندهم كم مليون، يعني حاجه مش حاجة موجوده كبيرة. وحاجه كبيره قوي طبعا. احنا ما نكونش، طب حتى لو عندنا مثلا مشكله مثلا في اللاعبين مثلا ما فيش يعني مش عارفين مش فاهمين حاجات، نخليهم يروحوا يحترفوا بره سواء في مصر سواء اي بلد، حتى السعوديه نفس القصه، انا بقول ان السعوديه كمان ناقصها ان هي تخلي اللاعبين بتوعها يعني يحترفوا بره، هو اكيد اكيد هنشوف تغييرات كتيره في العالم العربي كله الفتره الجايه بعد اللي شفناه من اداء المنتخبات العربيه. احنا طبعا بنتمنى لكم كل النجاح يا رب ان شاء الله، وقادرين على تكرار الفوز على اسبانيا مره ثانيه ان شاء الله، بنتمنى لحضرتك كل التوفيق ومليون مبروك يا فندم.
الله يخليك، شكرا لك. شكرا لحضرتك، حاجة جميلة. بص النقطة اللي اتكلمت فيها أستاذة سعاد، واللي على فكرة بالمناسبة أنا وأنت اتكلمنا فيها كتير جدا، فكرة إن أنا دايما أحس إن أنا عشان جاي من الوطن العربي، أنا منتخب تابع للوطن العربي، فأنا لا يمكن أنافس عالميا وكده. على فكرة ده كله كلام مش مظبوط. خلينا نتكلم على أرض الواقع. تعالى ندي مثال. عندك المنتخب الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي لما تيجي تبص عليه غير تماما قلنا الدوري الإنجليزي. ليه؟ ما هو ليه سبب. ليه؟ لان انت في الدوري الانجليزي معظم الفرق هناك والنوادي واخده اصلا يعني لعيبه مش انجليز، يعني هي جايبه كلهم محترفين تقريبا يعني نسبه كبيره، فانت ما عندكش انجليز بيلعبوا. شوف بقى على الصعيد الثاني، انت عندك منتخباتنا العربيه لا بنسبه 80% بيبقوا من الدوله نفسها، حتى لو انت عندك بعض المنتخبات في منها كتير محترفين، بس انت بتأدي على الارض ايه باللعيبه بتاعتك المحليه؟ لا بتأدي حاجات كويسه جدا. فالقصه يعني ما فيهاش ازمه كبيره، ما فيش مقارنه كبيرة على فكرة. فتقدر تقدر، عندك الكوادر، عندك يمكن الكوادر دي بس عايز تستغلها صح، عايز تدربها صح، عايز تلتزم هي اكتر بناحية بروفيشنال اكتر. يعني برضو بتيجي تبص للاعب العربي واللاعب الانجليزي، وده مش في العموم، انا بقول يعني بعض الحالات منهم. انا السماعة دي تعبت منها جدا، والله مش سماعتي اصلا. مهم، فتيجي تلاقي لا ده بيعيش حياه بروفيشنال، حياه احترافيه من اول ما بيصحى لغايه لما بينام لسنين طويله، زي كريستيانو رونالدو مثلا. هتلاقي حياته مختلف، هتلاقي على اللعب مختلف، على الارض مختلف. وعلى فكره برضو في لعيبه يعني اجانب او يعني دوليين ما عندهمش الحته دي، بس ده بيأثر. فاهم قصدي؟ وللاسف برضو مشوارهم الكروي يا كريم انتهى بدري، فهي قصه انت عايز ايه. بصي رجوعا للنقطه اللي انت ابتديتي بيها كلامك، فكره انا يعني بيخيل لي ان الفكر الانهزامي اللي كان طول عمره موجود عندنا، فكره ان احنا لا احنا مهما كنا احنا قليلين قوي بالمقارنه، احنا نروح فين يا برنس بفريق كذا او بمنتخب كذا. بيتهيأ لي الفكر الانهزامي ده هيبتدي يتغير بشكل ملحوظ شويه الجايين ان شاء الله، نتيجه حتى اللي شفناه في النسخه دي من المونديال، ونتيجه ان احنا شاهدنا بنفسنا، مش بس تمنينا، لا ده احنا شفنا انعكاس حقيقي على الارض لهذه الامنيات. فكره ان احنا نشوف منتخب عربي، ما كان تونسي كان مغربي كان سعودي ايا كان، ان احنا عندنا القدره على مناطحه الكبار والتفوق عليهم في بعض الاحيان. تاني نرجع ونقول شوفوا اللي حصل مع السعوديه في ماتشها مع الارجنتين، فاحنا قادرين عليها فعلا، ويا رب يكون في تغيير ملحوظ الفتره الجايه. ان شاء الله ان شاء الله يا كريم نتمنى. انا متفائله كمان بالمونديال القادم جدا باذن الله. يا رب خير. طيب نروح بقى للمونديال ونكمل، ونروح لبعض الاخبار برضو الخاصه باللعيبه والاسطوره هنا تحديدا البرازيلي بيلي، اللي ترددت للاسف انباء عن تدهور حالته الصحيه بشكل كبير جدا. يعني كان في تقارير برازيليه اتكلمت ان الاسطوره القرويه ده العظيم اللي الناس على فكره بتحبه من انحاء العالم كلها، فعلا بيلي من اللعيبه اللي فينا كده لعيبه او رموز تلاقي كل الناس بتحبه، ملاش علاقه بقى بالانتماءات خالص. هو تم نقله من فتره لقسم الرعايه اسمها التلطيفيه، حاجه هناك كده. وبيليه طبعا سبق وفاز بكاس العالم 3 مرات، وزي ما احنا بنقول اسطوره كبيره جدا، واحد من اعظم اللاعبين في تاريخ كره القدم. بس المهم ان لو هنتكلم عن حالته الصحيه تحديدا، هو كان خضع عليه جراحه لاستئصال ورم كان في القولون، يعني ده كان السنه اللي فاتت، ومن ساعتها للاسف الشديد حالته الصحيه مش افضل شيء، وبيتردد على المستشفيات بشكل كتير يعني. ومؤخرا كمان تم نقله للمستشفى، وفي صحيفه هناك يعني برازيليه اتكلمت تحديدا امس يوم السبت، قالت ان بيليه لم يعد بيستجيب للاسف للعلاج الكيميائي، وهو الان بيتلقى مسكنات للالام في جناح خاص بالمستشفى. وكان في بقى رسائل دعم كتيره جدا طبعا لهذا النجم الكبير والاسطوره البرازيليه، منها رساله كانت من مبابي طبعا مهاجم منتخب فرنسا، اللي كتب على تويتر كده اصلي من اجل الملك، كمان نتمنى النجم البرازيلي السابق ان هو تمنى لي النجم البرازيلي السابق برضو ريفالدو الفائز مع بلاده بلقب مونديال 2002 برضو الشفاء لبيليه، كان على برضو تويتر. ونادي سانتوس البرازيلي برضو اللي سبق ان لعب لي في صفوفه كتب كده العالم باكمله يساندك ونتمنى ليك الافضل. ف خبر اكيد مش افضل شيء طبعا، هو اسطوره كبيره لكن ومش كبير في السن برضو يعني، لكن واضح ان الموضوع سيريس الى حد. بيليه ده يا نهاوند يا خبر ابيض يا خبر يعني الواحد حتى ما بيبقاش عارف لما يجي يتكلم عنه يقول ايه ولا ايه. نتكلم عن ساحر من سحرة كرة القدم، نتكلم عن لاعب فذ استثنائي ايقوني،
مفيش اتنين في اي زمن من الازمنه اللي سواء اللي عصرته او اللي تابعت ماتشاته او اللي حتى الاجيال اللي بعد كده مفيش مساحه ابدا للاختلاف حوله في وجهات النظر. يعني عارفه انا هون حد زي مثلا ميسي، حد زي كريستيانو رونالدو، حد زي ليفاندوفسكي، الاسماء دي طبعا مش محتاجه اقول لك انت عارفه هم واصلين لدرجه ايه. بس هنقول ايه، وارد انك تلاقي حد يقول لك لا انا ماليش في ليفاندوفسكي، لا انا ما بشوفش ان كريستيانو رونالدو، وارد، لكن بيليه استحاله استحاله. فطبعا بنتمنى له الشفاء العاجل. طيب احنا في بدايه الاسبوع بنحب دايما نطمن على حاله الطقس، وهتكون معانا دلوقتي دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه عشان نعرف تفاصيل اكتر. دكتور منار بونجور على حضرتك. بونجور استاذه نهاوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين، اهلا بك. اهلا بحضرتك. وبدايه كده شفنا طبعا درجات الحراره، لكن حابين نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الاسبوع، لو في اي برضه مفاجات احنا مش عارفين، لو في اي ارتفاع في درجات الحراره مره ثانيه هتتعاد هذا الاسبوع، اتفضلي يا فندم. هو احنا طبعا يمكن احنا بنشهد استقرار في الاحوال الجويه خلال الايام الماضيه، وده اللي متوقع يكمل معانا ان شاء الله على مدار هذا الاسبوع. استقرار في الاحوال الجويه بنتاثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار. متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى ما بين 23 وال 22 درجه مئويه، يعني هنحس بالطقس في فترات الصباح الباكر اجواء مائله للبروده، مع دخول ساعات النهار وسطوع اشعه الشمس هنحس بالدفء والاعتدال الكامل في الاحوال الجويه، خاصه في المناطق الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. اجواء لطيفه على محافظات جنوب الموجوده في السواحل الشماليه للبلاد، اما المناطق الجنوبيه فالاجواء بتكون عليها حاره خلال فترات النهار. مع الغياب التام لاشعه الشمس ودخول فترات الليل هنحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحراره، وخاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، الصغرى خلال فترات الليل بتوصل ل 14 و15 درجه مئويه على القاهره الكبرى، اجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه. بالاضافه كمان مع الاستقرار في الاحوال الجويه بتكون الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير هو تكون الشبوره المائيه صباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المساحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه، فمهم جدا ناخد بالنا من تكون الشبوره المائيه خلال الايام القادمه. فرص الامطار هتنحصر فقط في مناطق محدوده من السواحل الشماليه للبلاد، لكن هي غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، ونسبه الحدوث ستتجاوز 30%. فاحنا الاسبوع ده ان شاء الله استقرار تام في الاحوال الجويه، مفيش منه قلق في اي ظواهر جويه. طيب انا عندي بس استفسار، احنا طبعا لسه فصل الشتاء لم يبدا بعد، وعايزين نعرف الحقيقه تقريبا هيبقى يوم 22 لو انا حسب مذاكرتنا ايام المدرسه، يعني صح كده؟ فصل 21 ديسمبر تقريبا حاجه كده، 22 حاجه كده. هل هيبقى فيه بقى شتاء؟ يعني خليني اقول لحضرتك برضو، لان هذا او يعني بقى لنا كذا سنه كده فصل الخريف، وتحديدا لو هتكلم عن هذه السنه او هذا الموسم، لا في حاجه غلط برضو، مش ده الخريف. الخريف في ايام بننزل الصبح جو حر جدا، يعني هل فصل الشتاء برضو، ده سؤالي لحضرتك، هيشهد برضو اختلاف في درجات الحراره بهذا الشكل؟ يعني مش هيبقى فيه الشتاء اللي احنا نعرفه من 10 سنين مثلا؟ خلينا نعرف من حضرتك. خلينا نقول ان السمه الاساسيه في الخريف هو بالفعل التقلب في درجات الحراره، خاصه فترات النهار. يعني احنا فترات النهار في الخريف دايما بنحس بالارتفاع او بالدفء فترات النهار مع سطوع اشعه الشمس، لكن التباين في درجات الحراره بيحصل فترات الليل، فدي سمه اساسيه في فصل الخريف. لكن ان شاء الله فصل الشتاء احنا ما نقدرش نربط الفصول ببعضها، يعني ما نقدرش نقيم فصل عن طريق فصل ثاني. فصل الشتاء هيبقى مختص نفسه انخفاض درجات الحراره طبعا زي ما احنا متعودين في كل شتاء، فرص الامطار طبعا اكيد في بعض الايام في فصل الشتاء هنشهد استقرار في الاحوال الجويه، ممكن يبقى في سطوع الاشعه في الشمس فنحس بالدفء فترات النهار، فمش كل ايام فصل الشتاء اكيد هتبقى بروده شديده، لكن طبعا هيكون درجات الحراره يعني الى الان حول المعدلات من خلال التنبؤات الفصليه، درجات الحراره هتكون فصل الشتاء القادم ان شاء الله حول المعدلات الشتويه اللي احنا معتادين عليها، مع برضه وجود فرص الامطار. احنا متوقع ان شاء الله فصل الشتاء يبتدي رسميا 21 شتاء. رائع جدا. اي استفسار عن الشتاء؟ انا زي الفل، انا بالنسبه لي زي الفل. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا دكتور منار لحضرتك. طيب احنا هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع بعديها نكمل كلامنا، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مرة كمان، واسمحوا لنا بس قبل ما نبدا انا وكريم، لان لسه الخبر ده يعني وافد لينا من دقائق قليلة جدا. طبعا احنا لازم نعزي انفسنا قبل ما نعزي عائلة، اسف هنقول، الراحل الاعلامي والصحفي الكبير
مفيد فوزي توفي النهاردة من ساعات قليلة جدا. طبعا هو كان بقاله فترة يا كريم مريض وكان عمل كذا عملية وتوفي النهاردة الصبح يعني عن عمر يناهز 89 عاما يعني بعد صراع مع المرض لفترة طويلة. الواحد حزين ان هو بجد بيقول حاجه زي كده. الاستاذ مفيد فوزي كان قيمه كبيره جدا جدا، كنا بنتفرج عليه من واحنا اطفال صغيرين جدا، حقق انجازات كبيره، شخصيه الى حد كبير محبوبه في الوطن العربي، الله يرحمه. وخليني اقول لحضراتكم برضو ان الجنازه مفروض ان هي هتبقى من كنيسه المرعشلي في الزمالك الساعه 12 الظهر النهارده. طبعا يعني خالص تعزينا لكل المصريين، لان احنا بنتكلم على ايقونه في عالم الصحافه والاعلام، بنتكلم على شخص استثنائي، شخصيه كاريزميه من طراز نادر، صديق صدوق ومقرب جدا من اجيال متعدده من النجوم والنجمات، صاحب قلم مختلف، صاحب كلمه مختلفه، صاحب اسلوب مختلف. الحقيقه الراحل الكبير مفيد فوزي يعني رحمه الله عليه يعتبر قيمه وقامه استثنائيه في دنيا الصحافه وفي دنيا الاعلام. خالص تعزينا للشعب المصري، خالص تعزينا لاسرته، خالص تعزينا لابنته الأستاذة حنان مفيد فوزي، ولكل محبيه ولكل متابعي كتاباته ولكل مشاهدي برامجه. يعني رحمة الله عليه كان يعني حقيقي قيمة وقامة بالمعنى الحرفي للكلمة. ربنا يرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، خالص تعزينا. طيب خلينا نكمل مع حضراتكم وننتقل للنادي الأهلي ونروح لإنجازات الألعاب الأخرى، ونقول مبروك لمنتخبنا منتخب مصر للشباب والأنسات هنا تحت 17 عام لكرة السلة من التتويج ببطولة أفريقيا اللي استضافتها مصر، وكده قدروا يتأهلوا لبطولة كأس العالم 2023. زي ما حضراتكم عارفين يعني المنتخب مليان لعيبة من النادي الأهلي. منتخب الشباب نجحوا في تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد كده الفوز على الجزائر ب 19-10 في نصف النهائي والكونغو، و20 نتيجة 20-17 في المباراة النهائية والتتويج باللقب. أما عن منتخب الأنسات فتصدر المجموعة الأولى وأقصى المغرب من نصف النهائي بنتيجة 18-11، وبعد كده تغلب على الكونغو في النهائي بنتيجة 21-3، أنت متخيل السكور، ليتوج باللقب يعني بدوره. فمبروك وحاجة إنجاز كبير، وأنا فرحانة بفكرة هنا الأداء يا كريم، وفي نفس الوقت كمان الحديث عن النتيجة اللي فيها جاب كبير جدا أكيد بيؤكد أو بيوضح قد إيه في فارق كبير في المستوى الفني على الأرض بشكل يعني موجود. فارق سكور يكاد يكون هستيري الحقيقة، فارق كبير جدا. كمان عايزين نقول لحضراتكم أنه أحرز يوسف شامل برونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت سن 20 سنة، وطبعا دي البطولة اللي بتستضيفها أوزبكستان. اللاعب استهل مشواره في البطولة دي بتعيق 3 انتصارات من أصل 6 مباريات في دور المجموعات، بعدها فاز في دور ال 64 على بطل تركيا بنتيجة 15-7، وبعدها تغلب في دور ال 32 على بطل السعودية بنتيجة 15-12، وفي دور ثمن النهائي فاز على بطل أوزبكستان بنتيجة 14-13، وأخيرا ضمن يوسف التتويج بميدالية بعد فوزه على بطل أوزبكستان في دور ربع النهائي بنتيجة 15-6. يعني مليون مبروك للبرونزية، وإن شاء الله المزيد من النجاحات الفترة اللي جاية بإذن الله. مبروك طبعا يوسف شامل بطلنا الواعد زي ما بيتقال. خلينا برضو ننتقل لمنافسات بطولة إفريقيا هنا لدرجات الطريق للشباب اللي هي بنسميها طواف النيل الدولي، يعني بتستضيفها أسوان خلال الفترة من كان 1 لغاية 5 ديسمبر بمشاركة هنا 6 دول. طب أسفرت النتائج إيه؟ أسفرت نتائج اليوم الثالث للبطولة عن فوز لاعب منتخب مصر اسمه مهاب عزيز بالميدالية البرونزية للسباق. البطولة الحالية دي لو احنا هنتكلم عنها هي بتعد خطوة على طريق إعداد جيل جديد من اللاعبين، وفكرة ثقل كمان خبراتهم للاعتماد عليهم في كافة البطولات اللي هيشارك فيها منتخب الدرجات المصري خلال الفترة اللي جاي، حاجة برضو جميلة. صحيح. طيب تعالوا بقى نروح نعرف ايه الاخبار وايه المستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفة وفروعه المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة سارة حامد. سارة موجودة حاليا في النادي الاهلي في الجزيرة وهتعرفنا كل المستجدات. صباح الفل عليك يا سارة، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي في بدايه الاسبوع. يمكن زي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا احنا متواجدين داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم يعني ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. يمكن خليني ابتدي معاكم كمان باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. ويمكن مستر مارسيل كولر يا كريم يا هواند قرر يعني بعد مباراه طلائع الجيش
المباراة الماضية أنه الفريق يواصل التدريبات بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش في الفترة الصباحية، وبالفعل الفريق كان متواجد امبارح في المران في الفترة الصباحية، ولكن قبل انطلاق المران يعني قرر مستر مارسيلو كولر أنه يعقد محاضرة مطولة بالفيديو مع جميع لاعبي النادي الأهلي للحديث في كافة الجوانب الخططية وكمان الفنية طبعا للمباريات القادمة إن شاء الله والمواجهات اللي هيواجهها النادي الأهلي الفترة المقبلة. ويمكن كمان بعد المحاضرة أو عقب المحاضرة يعني جميع لاعبي النادي الأهلي خاضوا فقرة بدنية قوية قبل التدريبات بالكرة، ويمكن حرص فيها كمان الجهاز الفني إن هو يطبق أو يعني حرص على تطبيق الجانب الفني في التدريبات البدنية دي. وبعد كده يعني جميع لاعبي النادي الاهلي اللي شاركوا في مباراه طلائع الجيش يعني ادوا بعض التدريبات الاستشفائيه، ولكن باقي لاعبي النادي الاهلي اللي يعني سواء يعني البدلاء او اللي ما شاركوش في المباراه ادوا تدريبات بشكل طبيعي، تدريبات قويه يعني تحت قياده مستر مارسيلو كولر، وكمان رباعي النادي الاهلي رباعي الحراس المرمى سواء محمد الشناوي علي لطفي وحمزه علاء ومصطفى شوبير ادوا تدريباتهم بشكل طبيعي تحت اشراف مدرب حراس المرمى مستر ميشيل يانكن. النهارده ان شاء الله يعني مستر مارسيلو كولر قرر انه جميع لاعبي النادي الاهلي يعني ياخدوا راحه سلبيه من التدريبات لمده 24 ساعه، وبكره ان شاء الله هيرجعوا يستنفوا تدريباتهم مره اخرى على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله اللي هتكون امام نادي غزل المحله يوم الاربعاء المقبل، واللي هتقام في تمام الساعه 5 مساء، ودي هتكون يعني في الجوله السادسه او الاسبوع السادس من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. كمان خليني اقول لكم ان امبارح يعني المران شهد ظهور النجم التونسي ولاعب النادي الاهلي علي معلول بعد يعني ما وصل للقاهره مؤخرا، وانتهى بعد انتهاء كمان مشوار المنتخب التونسي في دور المجموعات من بطوله كاس العالم لكره القدم 2022، ولكن يعني علي معلول قبل ما يشارك في التدريبات الجماعيه كريم ونهواند يعني ادى بعض الفحوصات الطبيه وكمان البدنيه للاطمئنان على حاله اللاعب قبل ما يشارك في التدريبات الجماعيه. وكمان امبارح يعني شفنا في المران ظهور مدافع النادي الاهلي عفوا علي او محمود متولي يمكن بعد ما تعافى يعني من الاصابه بشكل طبيعي وبصوره يعني كامله شارك في التدريبات الجماعيه. وكمان اكد الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق انه انهى البرنامج التاهيلي والبدني اللي كان مخصص ليه للتعافي من الاصابه العضليه اللي تعرض لها مع المنتخب الوطني، يمكن يعني انهى البرنامج التاهيلي بشكل جيد وشارك كمان في التدريبات الجماعيه ونتجهز ان شاء الله يعني جميع المباريات مع النادي الاهلي الفترة القادمة. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده كمان خلينا نتكلم شويه عن اخبار الفرق النشاط الرياضي او جميع الالعاب الاخرى. والفريق الاول للكره الطايره رجال امبارح يعني فازوا على نادي مصر البترول بثلاث اشواط مقابل لا شيء، ودي كانت الجوله السابعه من بطوله الدوري الممتاز لكره الطايره، والنهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 8 عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه ان شاء الله اللي هتكون امام نادي بتروجيت الساعه 4 يوم الثلاث على صاله نادي الشرقيه للدخان. كمان سيدات الطايره النهارده هينهوا تدريباتهم واستعداداتهم وكمان يعني تجهيزاتهم للمباراه القادمه ان شاء الله اللي هتكون بكره امام نادي الزمالك، واللي هتقام يعني في تمام الساعه 5 مساء على صاله الشهداء داخل مقر نادي الاهلي، وهي المباراه يعني الجوله الثانيه والمباراه المؤجله من الجوله الثانيه في بطوله الدوري الممتاز للكره الطايره، واللي يعني اجلها الاتحاد المصري للكره الطايره يعني من يوم 11/11 لبكره ان شاء الله يوم 5 ديسمبر من الشهر الجاري. كمان رجال كرة السلة النهاردة عندهم تمرين الساعة 2 وأول مباراة إن شاء الله بعد التوقف الدولي طبعا ومشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2022. يمكن إن شاء الله يعني رجال كرة السلة عندهم أول مباراة بعد التوقف الدولي هتكون يوم 12/12 وهيواجهوا فيها يعني الفائز من مباراة المصرية للاتصالات وسموحة في الدور الثمانية من بطولة كأس مصر. وكمان سيدات كرة السلة النهاردة عندهم تمرين الساعة 7:30 عشان يعني أول مباراة برضو بعد التوقف الدولي هتكون يوم 9/12 من الشهر الجاري وهيواجه فيها النادي الأهلي نادي الشمس في أول مباراة في الدور النهائي من بطولة منطقة القاهرة يعني، والمباراة دي إن شاء الله هتكون الساعة 6 على استاد القاهرة، ودي أول مباراة يعني أو أول جولة في بطولة منطقة القاهرة. جدينا هوندو يا كريم كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بنادي الأهلي وجميع الفرق الرياضية، طبعا بتمنى التوفيق لجميع الفرق الرياضية وكمان الفريق الأول لكرة القدم طبعا في مواجهته القادمة مع نادي غزل المحلة. الآن العودة مرة أخرى للاستوديو، طبعا الكلمة ليك يا كريم تفضل. شكرا لك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه سلا حامد على التغطيه المتميزه دي كالعاده. خلونا نطلع فاصل ونرجع بعديها عشان نستقبل بقى اول يعني فقره حواريه هنستقبل من خلالها الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه، خليكم معانا.
عوده ل 10 الصبح في الاهلي. اهلا بكم مره ثانيه في اولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. طبعا زي ما حضراتكم اكيد متابعين، انطلق بالامس دور ال 16 من المونديال، وبطبيعه الحال في كلام كتير وفي مفاجات كتير عايزين نتناولها بالتحليل. طبعا كل اللي حصل في دور المجموعات ده اللي هنتكلم فيه مع الاستاذه الناقده الرياضيه منى عمر اللي منورانا في حلقتنا النهارده. صباح الفل عليك. صباح النور عليك يا كريم. صباح الخير عليك يا صباح نهارد. الجمال بونجور جدا جور. ومفاجات غريبه المونديال ده زي ما بتقال كده، مونديال المفاجات فعلا عن جداره، يعني غير روسيا غير اللي قبل كده، لا في حاجه مش مظبوطه، او في حاجه على فكره هي مش مظبوطه او مش متوقعه بس بشكل ايجابي. بالزبط. لان انت لما تيجي بقى تبص كده تقول منتخبات قويه جدا وهتنافس وهتتاهل، تلاقي ان هي خرجت اصلا ما تاهلتش، منتخبات ثانيه كانت بعيده كل البعد، وبعدين افريقيا متالقه جدا، وبعد كده الحمد لله عندنا منتخباتنا العربيه قدرت تفوز على منتخبات ثقيله جدا، شفناها يمكن تونس وفرنسا مؤخرا. طيب ايه اللي بيحصل؟ يعني بتفسري ده بالبدايه كده او بدايه بايه؟ اولا زي ما انت قلتي انا هونت كده، هو مونديال مثير بشكل ايجابي، مفيش ماتش متوقع، مفيش نتيجه مباراه متوقعه. ممكن مباراه زي مباراه تونس وفرنسا احنا كنا شايفين اصلا ان مباراه فرنسا هتبقى هي الاصعب بالنسبه لتونس، وترتيب المباريات بتاعها كان الافضل ليها ان هي تقابل فرنسا في الاخر، بس سبحان الله هي كسبت فرنسا في اخر مباراه، لكن للاسف هي تعثرت في المباراه اللي في النص بتاعت مباراه، كانت مباراه استراليا. طيب استاذه منى معلش شطر. هو في حاجه بس كده هنضطر نطلع فاصل ونرجع تاني على طول، يعني فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اكيد بنعتذر لكم ان طبعا نتيجه هذا العطل الفني، بس الحمد لله المسائل اتلمت بسرعه ولسه عندنا مساحه وقت كافيه نكمل دردشتنا مع الاستاذه منى. وكنا وقفنا معاكي في الكلام عند تفصيله المفاجات اللي حصلت في دور المجموعات، وان الفرق اللي غير متوقع صعودها هي اللي صعدت، وكثير من المنتخبات القويه. وبالمناسبه ده برضو ممكن يكون يعني سؤال لحضرتك، فكره ان في منتخبات مخضرمه وليها تواجد شبه دائم في كل نسخه من المونديال، حد زي منتخب البرازيل، حد زي منتخب فرنسا، هل نقدر نقول ان يعني ان هم كانوا بيلعبوا في دور المجموعات بشيء من الهدوء النسبي، بيوفروا الامكانيات بتاعتهم ويوفروا مجهوداتهم للادوار الثانيه، الادوار الاقصائيه، ولا ما بيحصلش كده في كاس العالم؟ لا ده صعب جدا يا كريم ان ده ان يكون ده التفكير بتاع المنتخبات سواء كبيره سواء صغيره، لانه انا في 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 مرحله المجموعات انا المفروض ان انا بجمع نقط. افرض انا مثلا ما بداتش بشكل قوي او ما بداتش بشكل جيد، ما قدرتش اجمع نقط من اول مباراه، لان هم ثلاث مباريات، كل منتخب بيلعب ثلاث مباريات في المجموعات، فانا لو ما قدرتش اجمع نقط من اول مباراه هلعبها، فانا كده يعني هحط نفسي في موقف، بالظبط هحط نفسي في موقف حرج، واقعد اعمل حسابات بقى، ولو النقط تساوت مع منتخب اخر زي ما حصل في واقعه الارجنتين. الارجنتين ما كانتش بادئه، او خلينا نقول انه المنتخب السعودي كان واخد المباراه بشكل جيد اكثر من المنتخب الارجنتيني، على الرغم ان الارجنتين هي اللي تقدمت بالاهداف في المباراه، لكن هو قدر ان هو يرجع في الشوط الثاني يتعادل ويسجل كمان هدف الفوز، وده خلى الارجنتين في وضع احنا بقينا بنحسب، بالظبط كده بقينا بنحسب حسابات، طب الارجنتين هتطلع ولا لا، طب هل هنلاقيها هتخرج من الـ من الـ من المجموعات، فبالظبط كان هيبقى اقصاء تاريخي يعني. فصعب جدا ان منتخبات كبيره، وحتى برضو زي ما قلنا منتخبات ملهاش خبرات كبيره في كاس العالم، ان هي تكون داخله مباريات المجموعات بهدوء. لا بالعكس، احنا شفنا فرنسا، شفنا البرازيل، شفنا البرتغال، جمعوا 6 نقط من اول ماتشين وخلاص ضمنوا التاهل. كون بقى ان هم جم في مباراه الجوله الثالثه والاخيره، هم اوريدي كانوا حسموا تاهل، كان هيفرق معاهم بس صداره المجموعه من عدمها. الثلاثه لعبوا تقريبا لعبوا بالصف الثاني، وما فيش ولا منتخب قدر انه يحقق العلامه الكامله في دور المجموعات، الثلاثه خسروا. طب حلو جدا. على كل حال انا عايزه اروح معاكي برضو لمباراه مهمه والمنتظره، واللي ما كانتش المفروض ان هي الاحب ليهم، يعني المغرب كان يتمنى ان هو ما يواجهش اسبانيا يعني في المباراه النهائيه، لكن اللي حصل ان المغرب واسبانيا هيتواجهوا
انا اشعر ان المغاربه او العرب اللي بيشجعوا المغرب عندهم ثقه شويه في المغرب، لان اولا الركراكي رجل يعني اكثر من رائع، مدرب رائع جدا، قادر يفهم وقادر يعمل نغمه او تناغم حلو جدا بين اللعيبه على الارض، قادر ينتهز الفرص، قادر ان هو يسجل بسرعه، فبجد مدرب متالق. دي نقطه. النقطه الثانيه ان اوريدي المغرب فازت على اسبانيا قبل كده يعني، وكانت نتيجه كويسه، فبتشوفي الماتش ده ازاي ممكن ان هو يكون مجريات الاحداث فيه؟ خلينا نقول من الاول كده، المغرب كانت احدى مفاجات المونديال. صح، مفاجآت المجموعة بتاعتها كانت من أصعب المجموعات بالنسبة للمنتخبات العربية. المغرب كانت أصعب مجموعة، كانت معاها بلجيكا، كان معاها كرواتيا، وكان معاها كندا. بلجيكا المصنف الثاني على العالم، وكرواتيا وصيف مونديال نسخة 2018. فبالنسبة لها المباراتين دول كانوا صعبين جدا، وهي خدتهم الاثنين ورا بعض. يعني كان ترتيب المباريات هتلعب كرواتيا، هتلعب بلجيكا، هتلعب كندا. فكان اكثر المتفائلين يعني انه نحاول ان احنا ناخد المنتخب المغربي، يعني يقدر ان هو ياخد نقطتين بتعادلين من المنتخب ده والمنتخب ده، ويكسب مباراه كندا. لكن المنتخب المغربي فاجئنا كلنا الحقيقه، ان هو قدر ان هو يتعادل مع كرواتيا في اول مباراه، كسب بلجيكا في ثاني مباراه، وقدر ان هو يكسب كندا في المباراه الاخيره. ومش يصعد بس، لا ده يصعد اول مجموعه على وصيف نسخه 2018 وعلى بلجيكا المصنف رقم 2 عالميا. فده كان مفاجأة كبيرة جدا جدا لينا كعرب يعني بالنسبة للمنتخب المغربي. سوء حظه ان هو هيقابل اسبانيا في دور ال 16. توقعاتك ايه بقى للماتش ده ولكل ما هو قادم للمنتخب؟ المباراة طبعا هتبقى صعبة جدا جدا، مش مباراة هينة. سكواد منتخب الاسباني قوي جدا، اسبانيا من الفرق اللي حسمت التأهل بتاعها، يعني نعتبر يعني يعتبر نقول ان كانت ضامنه التأهل بشكل كبير. على الجانب الاخر المنتخب المغربي، لا سكواد المنتخب المغربي برضو تقيل، زي ما نهاوند قالت، مدرب منتخب المغربي وليد الركراكي هو مدرب صغير لسه 39 سنه، ما عندوش خبرات في كاس العالم، لكن عامل حاله حلوه لغايه دلوقتي جدا يعني جدا جدا. هو بدا كان بدا مشواره اصلا في الفتح الرباطي المغربي، وبعد كده بعد فتره قدر ان هو ياخد معاهم كاس، بعد كده راح الوداد واخد معاهم دوري وكاس، وطبعا اخد معاهم افريقيا على حساب الاهلي للاسف يعني. لكن قدر ان هو زي ما قلت يا كريم ان هو يخلق حاله جيده جدا جدا داخل معسكر المنتخب المغربي. استفاد كمان من عوده حكيم زياش، نصير مزراوي، كان ما كانش مفهوم استبعادهم اصلا، كان غير منطقي، ما كانش مفهوم. وهما كانوا كمان اعلنوا موقف بشكل رسمي ان هم مش هينضموا للمنتخب المغربي ومش هيمثلوا المنتخب المغربي طول ما كان وحيد خليل وزيتش كان موجود في على راس الجهاز الفني للاسود الاطلس. الامور يعني كان لازم ان هي تتنحى جانبا لمصلحه المنتخب المغربي. ما هو يعني الامور كلها ما كانتش معلنه يا نهاوند، بس واضح ان كان الخلاف كبير جدا. لانه حتى كان في وقت من الاوقات كان خليل وزيتش كان اعلن انه حتى هو مش هيحاول ان هو يتصالح معاهم او ان يحصل زي تقريب لوجهات النظر، بحيث ان هم يرجعوا ينضموا. وبعدها هم طلعوا اعلنوا الموقف ده بشكل رسمي. طب وده يخلينا نقف برضو عند المعضله الازليه، فكره المدير الفني المحلي الوطني للمنتخب بالمقارنه بمدير فني اجنبي للمنتخب. هي بتختلف، بنشوف مدربين ما بيبقوش وطنيين وبيبقى تولوا مهمة الفنية لمنتخبات وبيقدروا ان هم ينجحوا جدا جدا جدا، والعكس برضو بيحصل. يعني هي ملهاش ميزان، او انت ما تقدرش تقول لا المدرب الوطني عنده افضلية عن المدرب الاجنبي. ما انا ممكن يكون مدرب اجنبي بس خبراته افضل من المدرب الوطني اللي عندي، فانا اللي هيهمني في الاخر ايه؟ مصلحة المنتخب. اكيد. وبعدين يعني خير مثال، يعني احنا عندنا منتخب مصر، يعني منتخبنا احنا المدير الفني منتخب مدرب مش وطني، مدرب اجنبي. مع المدرب الوطني ما قدرناش ان احنا في يعني في التجارب السابقه، يعني باستثناء تجربه كابتن حسن شحاته، ما قدرناش ان احنا نحقق اي نتائج ايجابيه. كوبر كان جوهري
بالظبط. وكابتن جوهري يعني انا قصدي في الفتره الاخيره بس. كوبر احنا قدرنا ان احنا نوصل معاه كاس عالم، هو ما كانش مدرب وطني، هو كان مدرب اجنبي، حصل بعدها تجارب مع مدربين وطنيين وللاسف ما كانتش موفقه نهائيا. يعني مش عارفه الازمه فين، الازمه عند المدير الفني ولا الازمه في الظروف لما بيجي بيبقى في عليه ضغط، بيبقى في مشاكل، ولا في التنظيم، ولا في النظام، ولا في ايه بالظبط؟ بص يعني ما نقدرش نتجاهل ده، نفهم يعني. ما نقدرش نتجاهل ده لانه ممكن يكون شخصيه المدرب بتفرق جدا، يعني دي عليها عامل الاكبر. بس انا ممكن يكون مدرب شخصيته قويه جدا جدا جدا، بس في ظروف ثانيه اداريه مثلا، مجلس اداره مثلا اتحاد الكوره مش مساعد، في ظروف مثلا ماليه، في ظروف زي عندنا كده الدوري بقى لنا كذا سيزون ورا بعض، يعني ما بيبقاش فيه فترات راحه بالظبط كده. فدي عوامل كلها هي اللي بتقدر يعني تديكي زي مؤشر، او هي العوامل دي كلها بتديكي نتيجه كئيبه بالظبط. لازم العوامل دي كلها تبقى ايجابيه، او لازم تتكاتف مع بعضها عشان تقدري ان انت تطلعي تجربه ناجحه. هتتحل امتى بس؟ والله الواحد حزين يعني بجد، انا بتكلم بجد والله، الواحد غيران على منتخب بلاده. يعني هتتحل امتى؟ ما احنا اللي بندفع فاتوره، مصر في الاخر بتدفع فاتوره لكل الكلام اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي، او بعض المشاكل اللي قد تكون هي السبب. يعني حصل احنا دفعنا اوريدي. صعبه الصراحه. على كل حال كان عندنا برضو مباراه جميله وكانت حلوه للارجنتين واستراليا، وما كانش قوي في التوقع ان الارجنتين هتتالق بهذا الشكل، خصوصا ان الارجنتين ليست متالقه حتى هذه اللحظه لغايه امبارح يعني في المونديال. فلا امبارح ميسي تالق، امبارح الارجنتين كانت متالقه، نقدر نقول رجعت تاني الارجنتين. فبتشوفي برضو المباراه دي كانت ازاي، واللي قادم للارجنتين برضو بتقيميه ازاي؟ اللي حصل او السبب القلقه اللي كنت بتتكلمي عليها دي هو ظهور او شكل الارجنتين في مباراه السعوديه. طب الهزه بدات بالزبط. من هناك شكل الصوره الذهنيه بالظبط اتهزت جدا طبعًا. بعد ما كان كل الناس مرشحه الارجنتين من اوائل المنتخبات ان هي تفوز بلقب المونديال في نسخه 2022، بعد ماتش السعوديه الناس كلها تراجعت وبقت في ذهول من اداء المنتخب الارجنتيني واداء ليونيل ميسي. كانت من اسوء المباريات مثلا اللي لعبها ميسي في الناس طلعت بعد المباراة تقول لك ورش ميسي يعني. بالظبط ده حصل. فده كان سبب الهزة. يعني الأرجنتين كانت بتلعب مباراة استراليا امبارح، وانتي شاكة استراليا هتكمل بقية المفاجآت بتاعتها زي ما صعدت من المجموعات، لأن يعني برضه مفاجأة استراليا أصلا صعودها من المجموعات ده ما كانش متوقع. عندك نفس الشكوك دي مع منتخبات تانية، كنت في الأول مع بداية انطلاق فعاليات النسخة دي من المونديال كنت شايفه ان طبعا دول هيبقوا موجودين كده كده في المربع الذهبي مبدئيا، وطبقا للي انت شفتيه بقى في دور المجموعات وصولا للحظه اللي احنا فيها. الحقيقه انا اتفاجئت بانجلترا، يعني انجلترا من المنتخبات اللي فاجئتني في اول مباراه 6-2 على فازت على ايران 6-2. لا ما كنتش متخيله ان اداء المنتخب الانجليزي هيبقى بالصوره دي او هيبقى بالشكل ده. مع ذلك الاداء تراجع جدا قدام امريكا مثلا، ودي كانت واحده من المفاجآت في وجهه نظر ناس كتير، ان امريكا ما عندهاش نفس تاريخ انجلترا كرويا بطبيعه الحال، بس احرجتها جامد. احرجتها جامد بس امريكا لو تابعت يا كريم في الفتره الاخيره، لا المنتخب الامريكي اتطور جدا جدا طبعًا جدا طبعًا جدا وعلي جدا، والا ما كانش عمل كده ولا احرج انجلترا شخصيا. بالظبط. وعلي فنيا وما كانش زي ما يعني برضو ده ما كان منتخب من المنتخبات اللي ما كانتش مرشحه ان هي تصعد من المجموعات، لكن كلنا اتفاجئنا برضو باداء المنتخب الامريكي وصعوده ومباراته كمان قدام انجلترا زي ما انت ما قلت، هو احرج فعلا احرج المنتخب الانجليزي في المباراه اللي لعبوها مع بعض. فده كان من ضمن المنتخبات برضو اللي انا لا يعني ما كنتش متوقعه واتفاجئت بادائه، يعني كان منتخب الانجليزي الحقيقه. وهولندا هولندا تقيله زي ما هي يعني، بس هي غيابها عن المونديال لفتره ما كانش مخلي الرجوع متوقع ان هو يبقى بالشكل ده. الحقيقه مدربهم لويفان غال عامل اداء او عامل شغل مع اللعيبه مميز جدا، فصلهم كمان تماما عن اي امور اخرى بره كره القدم. هو نفسه حتى اجاباته في مؤتمراته الصحفيه يعني تلاقيها موزونه،
تلاقيها مدروسة، مش عشوائي كمان، مش هجومي، راسي قوي. وأعتقد يعني مباراة هولندا والأرجنتين هتبقى مباراة هتبقى مباراة صعبة جدا جدا جدا. الجمعة هتبقى مباراة صعبة جدا جدا على الفرقتين. من المنتخبات اللي كمان أبهرتني بصراحة، منين نتكلم، اليابان. بجد اليابان واو، يعني تيجي تقولي بجد واو. وعارفين مباراة مفروض اليابان وكرواتيا، أنا عييت، أنا عايزة عييت والله. فاليابان وكرواتيا، فأنا مش عارفة يعني، ما علينا. فإيه بقى توقعاتك؟ من ضمن المفاجآت برضو المونديال كانت اليابان. اليابان، اي حد، اليابانيين نفسهم لو سالتهم، انت في مجموعه معاك المانيا، معاك فرنسا، بصرف النظر عن كوستاريكا، المانيا اسبانيا كوستاريكا، هيقول لك ايه، انا هدخل اقدم تمثيل مشرف او اداء مشرف، ما تعمليش حسابك على صعود للمنتخب. طبعا بالظبط، صحيح. اليابان تصعد اول مجموعه، يعني اليابان تصعد اول مجموعه على اسبانيا، طبعا المانيا اوت وكوستاريكا اوت. فدي كانت مفاجاه، يعني مش كمان صعودها صعود طبيعي، لا ده كان صعود تاريخي كاول مجموعه. خلي بالك اليابان يعني عملوا شغل عالي على الصعيدين، على صعيد المنتخب والاداء والنتائج اللي حققتها، وكمان على صعيد الجماهير، اللي الناس كتير حتى في وسائل التواصل الاجتماعي والصحافه الرياضيه وقفت كتير عند اخر مشجع ياباني وهو بياخد الكيس اللي بيلم فيه النفايات وهو ماشي بره. لا حاجه طبعا، تحس كوكب لما بتقال عليهم كوكب اليابان، ده حقيقي. يعني الناس دي غيرنا خالص، حتى بجد محترمين قوي 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 لابعد الحدود. هو من اول يوم موضوع التنظيف ده يا كريم، من اول يوم بعد ما يخلصوا اي مباراه لازم بالظبط لازم يعمل، ومشي على شاكلتهم بعض جماهير المنتخبات الاخرى، ودي حاجه ايجابيه جدا. أكيد. يعني ايه المشكله في ده؟ يعني انا كنت في مكان وما كانش، يعني ما سيبوش مش نظيف، لازم بالظبط اسيب المكان بعد زي ما انا دخلته نظيف اسيبه نظيف. صحيح. فاليابان كانت من ضمن المفاجآت، كوريا الجنوبيه كمان كان من ضمن المفاجآت، صعودها بصراحه دي حقيقه، صعودها برده مع 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 البرازيل برده كان مفاجاه. كان التوقع كان غانا، كان اوروغواي، فوزها كمان كانت مجموعه برازيل صح، كوريا. فصعود كوريا برضو كان من لا كوريا ما كانتش مجموعه البرازيل، البرتغال، سوري، البرتغال. صعودها مع البرتغال كان من ضمن مفاجات. مين اللي هيفوز بالنسخه دي في المونديال في رايك؟ صعب قوي. ده سؤال صعب جدا. ده سؤال صعب جدا، لان الشواهد ما تساعدكيش على ان انت تحددي. قبل ما نشوف المجموعات كنت بقول لا اتمنى الارجنتين ولا ان شاء الله الارجنتين. بعد ما شفت المجموعات لا، صعبه جدا. ودي حلاوه كاس العالم برضه. النسخه دي تحديدا، النسخه دي. طب انجلترا والسنغال بقى، يعني برضه انجلترا والسنغال وهذه المواجهه، انا بشوف ان السنغال اقوى، دي من وجهه نظري. بتشوفي ده او اريا الماتش ازاي؟ اقوى فنيا ولا بدنيا؟ انا بشوف فنيا. يعني مش هقول حتى فنيا وبدنيا، هجاوبك اجابه تانية. انا شايفه الاستقتال في الملعب السنغال اقوى. ماشي، دي اتفق معاكي فيها. الانجليز ما عندهمش هم في حته غرور كده، تحسي في حته ثقه زايده، ولو ان على الارض مش افضل شيء، يعني مش افضل شيء، بس هم لا، يعني زي ما قلت لك في الاول انه لا، انا اتفاجئت باداء المنتخب الانجليزي بصراحه، غير متوقع بقى. ما كانش متوقع يعني. بس المباراه دي لا، المباراه دي هتبقى برضو من المباريات الصعبه جدا، يعني هتبقى على شكله مباراه الارجنتين وهولندا، تبقى من المباريات القويه جدا، المباريات اللي انت ما تعرفش تتوقع مين ممكن. وبعدين مدرستين كرويتين مختلفتين، وعلى الرغم وبعدين معظم سكواد السنغال اساسا محترفين في اوروبا، يعني طيب. هنتكلم في انجلترا تحديدا، وفي منهم كتير في انجلترا يعني كمان. وبعدين ايه يعني قبل الـ دي ميزه نقدر نقول عليها ميزه نسبيه لصالح منتخب طبعاً السنغال. طبعا 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 بلا شك يعني. وعلى الرغم من غياب ساديو ماني، وكنا ناس كتير جدا كانت بتتكلم انه لا، غياب ساديو ماني اكيد هياثر على اداء المنتخب السنغالي، لا احنا ما شفناش ده. طبعا ماني قيمه كبيره جدا ونجم كبير جدا، ووجوده طبعا هيكون مؤثر، لكن غيابه لا، اللعيبه اللي كانت موجوده قدرت ان هي ما تحسسكش ان في ان المنتخب فقد شخص معين او فقد هداف او فقد نجم معين. لا، الموضوع بالنسبه للسنغال هيبقى مختلف. ما نقدرش برضو ان تتكهل. اسماعيل اسار برضو عمل شغل،
اسماعيل صور كاليدو كولوبالي، ادوارد مندي حارس المرمى، بامبا ديانج، في اسماء كتير جدا في المنتخب. في تألق ملحوظ لحراس مرمى منتخبات كتير في النسخه دي من المونديال، عاملين شغل رائع. دي حقيقة. محمد العويس حارس منتخب مرمى المنتخب السعودي كان هايل هايل طبعًا هايل الحقيقه طبعًا. في مباراة الارجنتين كان هايل جدا، وفي المباراة الاخيره اللي لعبتها السعوديه برضو كان متالق جدا. مين تاني؟ اوتشوا حارس مرمى المكسيك، ما بنشوفوش غير في كاس العالم برضو من حراس المرمى التقال جدا. كيلور نافاس برضو حارس مرمى كوستاريكا، كورتوا برضو كالعاده عمل برضو شويه حركات حلوين في كام ماتش كده الى حد ما. كيلور نافاس برضو على الرغم ان هو دخل مرمى 7 اهداف في اول مباراه، لكن برضو المباراتين اللي بعد كده برضو قدم اداء جيد جدا الحقيقه يعني. طيب تعالي بقى نروح لسويسرا والبرتغال، وخليني اقول لك المفاجاه، لسه كنت بقرا الخبر ده وعندي علامه استفهام عليه. يقول لك رونالدو بيترأس قائمه أسوأ لاعبي دور المجموعات في المونديال. يا زمن. وبعدين تيجي تقولي البرتغال ومرشحه، يعني هو ايه اللي بيحصل؟ المنتخب البرتغالي دلوقتي هو مش منتخب رونالدو يعني، او مش رونالدو الاسم، مش عايزه اقول الاسم البارز لانه ده رونالدو يعني، كريستيانو رونالدو بس مش معول عليه المنتخب البرتغالي خلاص، ما اصبحش الموضوع كده. مش لوحده، على عكس منتخب الارجنتين برضو انت لسه ستيل بتتكلم على ان ميسي وباقي اللعيبه، لا المنتخب البرتغالي ما بقاش رونالدو هو الاسم الوحيد الموجود، في برونو فرنانديز، في كانسيلو، جواو كانسيلو، في روبن دياس، في اسماء كتير جدا جدا في المنتخب البرتغالي. لا ممكن يعني يعولوا عليها زي ما انت ما قلتي يعني هواند، او هي اللي شايله اسم منتخب البرتغال مع رونالدو مش رونالدو لوحده. ممكن يكون الخبر ده او الاحصائيه دي لان رونالدو في مرحله المجموعات ما كانش فيه التالق الكبير، ما كانش فيه الاهداف مثلا اللي احنا منتظرينها، ما دخلش هو في صراع الهدافين الى الان، ما حصلش غير جدال الهدف هو وبرونو فرنانديز هيتحسب لمين، لا هيتحسب لبرونو، لا هيتحسب لرونالدو، لا فيفا طلع بيان عارف يا بيه طلق ان هو لبسته قبل ما تدخل اتحسب لا لبرونو، هو ده بس الخلاف اللي حصل يعني. لكن في ال 16 الامور هتختلف، المباريات هتبقى، بس نقدر نقول ان كريستيانو رونالدو بيمر بمرحله مش لطيفه من حياته المهنيه. اكيد 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 اكيد، عشان اللي حصل في مع نادي بالظبط من السيزون اللي فات، حتى الامور ساءت السيزون ده اكتر. نادي باظت خالص. الموسم ده باظت خالص. ووش رسمي. بس اقول لك على حاجه، اقول لكم على حاجه، انا حلوم المدير الفني تان هيج. ليه؟ قولي لي ليه؟ كريستيانو كان جاي بمستوى رائع جدا، كويس؟ انا كمدير فني عندي برضو يعني اللوم ان انا ما دخلتش هذا البطل، هذا الاسطوره، ان هو يدخل واديله قيمته واديله الفرصه واخليه يتالق. لا، كان في خلاف من دي 1 ما بينهم، كان في تنافسيه، كان في انه بس انهم قريب من بعض، كل واحد عايز يثبت ان هو الاقوى، كل واحد عايز يفرض سيطرته. ده كان المفروض المدير الفني ان هو يعني زي ما بيتقال كده يحطه تحت جناحه، لان احنا ما شفناش على مدار تاريخ كريستيانو رونالدو هذا الاداء اصلا مع حد في نادي قبل كده. فانا لما اجي اقيم هذا اللاعب مع النادي الاخير مانشستر يونايتد، لا يبقى المشكله عند مانشستر يونايتد، لان هو لو كان مشاغب يا كريم من الاول، او كان عامل مشاكل مع مديرين فنيين كانت حصلت في تاريخه لم تحدث. فانا بلوم تان هيج على اللي وصل ليه برضو كريستيانو رونالدو بصراحه. ما تعرفيش دي وجهه نظري، رجع الفريق برضو باي نفسيه وتعاملاته مع الاخرين. اكيد كان راجع بالعكس يا كريم. عايز اقول لك ان وارد يبقى صعب في بعض الاحيان ان انت تحتوي حد بكواليتي رونالدو. هو كان داخل عنده الرغبه دي، ممكن يسهل احتوائه عنه. ميسي مش ريبيليان زيه، مش ثوراني، مش يعني مش عارف اقولها لك ازاي. انا فاهمه، اهدى شويه يعني نقدر نقول، ولا بس ايه؟ بس اكيد كان هو رايح عايز يقدم حاجه، عايز ينهي مشواره الكروي مع النادي بتاعه الاصلي بشكل رائع ويقدم حاجه محترمه. اكيد ده كانت نيه رونالدو يعني. هو رونالدو لما رجع، انا بدافع عنه عشان بحبه بقى، مش عارف واضح ساكي مش مقتنعه. القلب وما يريد، القلب وما يريد يا جماعه. رونالدو لما رجع مانشستر يونايتد كانش لسه إيريك تين هاج هو مدرب الفريق، كان الموجود كان سولشاير، تمام؟ بعد كده طبعا حصل، بس كانت فتره صغيره يعني بعد كده. حصل سولشاير مشي، ويعني حصل تعاقب على الاجهزه الفنيه لحد ما إيريك تين هاج هو اللي مسك او هو تولى الاداره الفنيه لمانشستر يونايتد من دي 1. ايوه هقول لك انا بقى،
هو السيزون ده او مانشستر يونايتد كان قالها السيزون ده تقريبا كان في المركز السادس، فهو ما كانش ضامن التاهل لدوري ابطال اوروبا. اوكي مش غلطه رونالدو، لا ما حدش خلاص قال انه غلطه، انا باكد بس اوعي تقولي حد في حاجه مش على هواي على رونالدو، انا باكد اوعي تفكري تغلطي في رونالدو. في المعسكر بقى التحضيري للفريق كان تين هاج هو بقى تولى اداره الفريق، وعاملين معسكر تحضيري زي باقي الفرق. رونالدو ما حضرش المعسكر التحضيري برضه، مش غلطته، ابننا كان عنده ظروف يعني، هو حد كان قال له هو قال لها الظروف الظروف بنته ايوه بنته تقريبا ده الوقت اللي كانت بنته توفت في المستشفى حاجه كده، كان ده قبلها، لا لا بنته توفت كان مؤخرا في السيزون، كان كان في كان وقتها كان في ماتش حتى كمان بعدها، اكيد كان في ظرف تاني. المهم هو اتقال اعلن وقتها اعلن وقتها صراحه انه رونالدو مش عايز يكمل في مانشستر يونايتد علشان هو مش عايز يلعب في الدوري الاوروبي وبيحاول براحته، راجل حر. بس يا جماعه احنا نقفل الحلقه، انا رايي ان احنا ننهي، لا نروح لموضوع تاني، انا رايي كده والله. بس خلي بالك رونالدو عنده حد نهاوند محامي بلاش، بجد فعلا أيقونة عندها يعني، هي شايفة في تكامل اللاعب. وعلى فكرة حتى في مرة من المرات أنا فاكر دخلنا في حوار أنا وهي، كنا بنتكلم على فكرة إنه رونالدو البعض بيشوف إنه أسطورته دي مصنوعة، وإن هو مصنوع ومش موهوب بشكل فطري. لا لا اتفرجي على الحوار كان عامل إزاي لما بس لمحت إنه مصنوع. طيب بالنسبة للبرتغال وسويسرا، بما إن إحنا عشان نقفل ملف كريستيانو والبرتغال، بتشوفي الكفة عند مين أرجح؟ نظريا واحنا قاعدين كده البرتغال، بس عمليا ممكن نتفاجئ بالظبط. المونديال من اول يوم وهو كله مليان مفاجآت، فوارد جدا ان سويسرا تعمل مفاجاه وتقصي البرتغال، ولو ان يعني صعب صعب بس لا دي هتبقى حاجه مش طبيعي، ده هيبقى مونديال مش طبيعي بجد والله، ساعتها هيبقى في حاجه مش مظبوطه. يعني ممكن الكاميرون تاخدها كده، الكاميرون اوت اصلا، ما ترجع تاخدها. ما انا عشان كده بقول ترجع وراها ما ترجع، مونديال غريب جدا، تحقق نبوءه ايتو بقى، ما هو كان مش كان بيقول لنا ان هي هتاخدها في الاول الكاميرون والمغرب. الحاجه الاكيده ان المتعه بتحققها حتى في الجوانب المجهوله بالنسبه لنا، وان احنا مش قادرين بموجبها حتى نستنتج مين هيصعد ومين هيكمل، مين هيوصل للمربع الذهبي ومين لا، فدي حاجه حلوه على الاقل، دي حاجه حلوه. نورتينا كالعاده، ميرسي يا كريم، بشكرك جزيل الشكر، نورتينا يا استاذه منى، وبجد الوقت والله بيجري بسرعه، ولسه حديثنا اكيد مستمر على قناه النادي الاهلي وتغطيتنا مستمره، وهتنورينا تاني باذن الله. هنروح فاصل وانا اللي هرجع بقى. ايوه صح، هرجع انا مع حضراتكم والفقره الطبيه، وكريم هيكون معانا بقى مره ثانيه بكره ان شاء الله. فاصل هناك. مرحب بحضراتكم والفقرة الأخيرة الطبية اللي كل مرة بيبقى معانا ملف مختلف فيها، أكيد بيفيد يعني كل الناس اللي بتتابعنا. دلوقتي هنتكلم عن فكرة جوع الشتاء، جوع الشتاء أو جوع أصلا بفكرة بشكل عام، هي بتبقى متعة فعلا، الواحد ياكل كده بتبقى متعة. الجوع بيرتبط كمان بحاجات كتيرة جدا، ممكن تبقى حاجات كمان نفسية ملاش علاقة حتى إنك فعلا جعان، دي بتبقى أسباب نفسية هي اللي بتخلينا نحس إن إحنا جعانين. لما تيجي بقى كمان تربط كل ده بفصل الشتاء والحرق بيبقى ممكن اعلى، فالجوع بيبقى ازيد، فالاكل بيبقى بكميات اكبر، فبالتالي بنزيد في الوزن، كل ده بيخلينا في النهايه عايزين حل. الحل بقى هنحاول ان احنا نعرفه النهارده من خلال ضيفتنا اللي منورانا طبعا دكتور هام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه، وعندي اسئله كتيره قوي، بس في البدايه طبعا بونجور، صباح الفل عليك يا ملف مهم، والجوع وفصل الشتاء، واحنا خلاص داخلين على فصل الشتاء، ايام قليله جدا تفصلنا عن بدايه فصل الشتاء يعني، وخلينا نعرف كده ايه العلاقه ما بين الشتاء اصلا والاكل الكتير وزياده الوزن يعني كعنوان في الاول. بصي يعني في كم معلومات غلط شويه عند بعض الناس، فاحنا هنقول الصح ايه ونفهم الناس حلو. المشكله فين. فكره ان الشتاء بيتخن دي معلومه خاطئه، الشتاء بالعكس فرصه جميله جدا جدا، يا ريت كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يستغلوها جدا، ان معدل الحرق بيكون عالي يا نهاوند عشان جسمك بيبقى شغال زي المكنه عارفه الدفايه، عمال يحرق في وقود عشان يدفي نفسه، فهو بيحرق في نفسه، فانت لو ما عملتلوش بقى الامداد اللي هو اكل زياده واصحى وسط الليل اكل والسحلب والبطاطا بالكم الكبير، انا ما بقولش الحاجه ممنوعه،
خلينا نتفق يا نهاوند ان الممنوع مرغوب، وان احنا زي ما انت قلتي النفسيه احيانا بتكون دواها الوحيد، اكل وما احرمش نفسي. صح. فانا مش عايزه اتكلم بصيغه الطبيب اللي قاعد بيدي احكام ولا وممنوع وممنوع، وفي الاخر ما بنتكلمش كلام واقعي. الكلام الواقعي بيقول ايه؟ ان الشتاء حرقه اعلى بكتير، فدي فرصه حلوه اغتنموها. شهيتكم مفتوحه مش قادرين تقفلوها عشان البرد والسقعه والمود والمزاج الوحش، هنعمل حلول رائعه وطبيعيه بديله هتساعدكم في ان احنا نقلل شهيتنا ونحد منها، وهي منتج بيستا او كورس بيستا المتكامل اللي شركة بايو ناتشرز بتقدمه يا نهوان عشان حل المشكلة دي بالذات. أي شخص بيعاني من الشهية المفتوحة نتيجة مشاكل كتير جدا متنوعة، هو بيحب الأكل، هو عنده شراهة، هو زايد في الوزن أصلا أورادي كمية كبيرة من الوزن، احنا النهارده شركه باي ناتشرز بتقدم اكياس من الالياف المليئه، الشوفان، رده القمح، قشور السيليم، بناخدها قبل كل وجبه بنص ساعه لساعه. فبالتالي لما تيجي تاخدي بقى وجبه الفطار او الغداء او العشاء المتاخر بالليل في ليالي الشتاء البارده اللي انت تكوني عايزه تاكلي فيه كميات محترمه، هتلاقي نفسك قدرتك على الاكل قلت للنص واحيانا للربع مع السيدات بالذات، لان طبعا كميه اكلهم بتبقى غير الرجال شويه، مهما كلوا بيكونوا مش بهذا القدر. طيب مين اللي بياكل اكتر يعني؟ المفروض الرجاله. ده الطبيعي يعني، وزي يعني متعرف عليه بالظبط كده، وزي ما ظهر على الشاشه بس ما بيتخلوش زينا عشان كتلتهم بقى العضليه عاليه جدا جدا، فبتخلي حرق الدهون. لسه بقول لك محرق الدهون يعني، هم الشتاء مع البرد مع ان هم عندهم عضلات جيده حتى لو هم مش بيروحوا جيم ولا بيمارسوا رياضه، فرصتهم لفقدان الوزن اللي هي طبعا مع كورس بيستا دايما بنقول متوسط من 8 ل 12 كيلو شهريا، وده رقم ممتاز جدا جدا ان انت تخسي بطريقه امنه بمنتجات كلها طبيعيه. والكورس عايزه اقول يا نهوان اللي اي حد بيتفرج علينا دلوقتي يقدر يطلبه من خلال الارقام فقط اللي ظاهره على الشاشه وصفحه بايو بيستا برضو اللي ظاهره قدامنا على الشاشه، لان شركه بايو ناتشرالز هي الوكيل الحصري فقط لكورس بيستا، ودي معلومه مهمه جدا دي جدا. دي نقطه مهمه عشان ما حدش يجي يبيعهولك، هو اصلا على فكره سعره مناسب جدا لكل الناس يعني، بجد مش عايزه اقول لحضراتكم كام بس بجد مناسب، وخدوها مني عن ثقه لكل الناس. فاللي هيجي يقول لك بقى هنبيعهولك بحاجه اقل، ما هو حاجه اقل ده يعني ده ما يبقاش ثمن مشوار من مهندسين لمصر الجديده بالظبط، ده هيبقى اكتر كمان من غير مشوار بقى، فانت مش محتاج تعمل ده خالص بالظبط. انت عندك حاجه رائعه جدا شركه بايو ناتشرز بتقدمها يعني هواند، ان في متابعه مجانيه اسبوعيه من خلال فريق طبي متكامل، فانت مش محتاجه زي ما انت بتقولي تركبي مواصلات وتروحي للدكتور ولا تاخدي ضيعي من وقتك، هي مكالمة تليفونية أسبوعية مع فريقنا الطبي المتخصص بيتابعك، ودي بتكون مجانية بلس فيتامين دي 3 هدية على الكورس، والكورس اللي هو بيستا الألياف المالئة مستخلص القهوة الخضراء، وطبعا قلب مالتي فيت المالتي فيتامين الرائع جدا اللي فيه 13 عنصر يا نهوان، من الحاجات اللي صعب تلاقيها في مالتي فيتامين من الموجودين في الاسواق او في الصيدليات، لانه في ميكس من البي كومبلكس او مجموعه فيتامين بي 12 عاده مش دايما بتكون موجوده في منتج واحد، زائد الزنك زائد كل الفيتامينز اللي انت دايما كاي حد بيمشي على دايت، وكلنا اكيد عدينا على المرحله دي في حياتنا عايزين نخس حتى لو 5 كيلو، كل واحد بقى على حسب مهمته ايه، بتعاني دايما انا خسيت يا دكتور بس شعري تساقط، بشرتي تعبانه، هالات سودا، حاسه ان انا ما عنديش باور وطاقه. والحمد لله الحمد لله مع التواصل مع فريقنا الطبي على الارقام اللي ظاهره على الشاشه، دايما كل اللي مشيوا على الكرسي يا نوان بيقولوا حاجه واحده، احنا عكس اي نظام غذائي مشينا عليه، صحيح انتوا مش ماشيين على دايت شديد خالص لان كده او كده مش بتحرمي حد بالزبط. من الاكل انت بتعملي يعني. اكلك العادي جدا اللي في البيت الطبيعي، سواء عامله مكرونه بشاميل، شوفي ايه الاكل اللي انت بتعمليه في بيتك اللي هو طبعا مش زي اكل الدايت المبالغ في اسعاره. لسته الدكتور عاده بتاعه الدايت بتكون فيها شويه عناصر غاليه شويه. بصراحه دي غريبه قوي النقطه دي، يعني فعلا الناس اللي بتعمل دايت بتدفع فلوس اكتر عشان تخس بالظبط، يعني عن الاكل العادي بقى اللي احنا بناكله ده. فانت بقى دلوقتي هتعملي ايه؟ هتاخدي منتج اولا طبيعي وزي ما انت قلتي سعره في متناول للجميع، بلس مش مضطره تجيبي اكل مخصوص خاص بالدايت بميزانيه تانية خالص، بلس مجهود ان انت تعملي اكل سبيشال ليكي او لجوزك او لابنك لو عنده، ودي معلومه عايزه اقولها برده ومهمه جدا جدا، مناسبه بقى الامهات والمدارس والنوادي والحاجات دي كلها، بيستا من المنتجات الرائعه جدا جدا يا نهوان اللي بتجيب نتيجه رائعه لفقدان الوزن مع الاطفال من اول سن 13 سنه، ان بطريقه امنه وما بتحسيش ان انت حرماه يعني عن زمايله. انا طفل دلوقتي وسط زمايلي في المدرسه في البريك في نادي في الشارع في اي مكان، الطفل موجود في قرايبه،
لما تحس ان انت لا لا انت مش هتاكل ده زي قرايبك عشان انت عندك سمنه، هتعمل مشكله عند الطفل، مشاكل صراحة. نفسيه اكتر، مشاكل نفسيه اللي هي عنده بسبب التنمر، عشان هو مش بيلعب كره قدم، عشان هو وزنه زايد وهكذا. طب احنا لازم بقى نحل مشاكل ولادنا دي بان احنا نحل مشكله السمنه بطريقه هاديه وبسيطه من غير عيب، بس انت تكوني ام ذكيه وشاطره وعارفه ان انت برده الدور بيبقى عندك، ان انت الحاجات اللي بتوفريها في البيت في الثلاجه حاولي تكون مش جايبه حلويات وترط وعامله في البيت كيكات عشان الشتاء وحطها قدام كلنا بنحب الكيكات دي، ما هو بس نحد والبيتزا منها والبيتزا البيتي. ايوه الحاجات ما هي جميله يا هواند، جوعتيني والله. ما انت جايه يا هواند تبوظي المشاهدين مش تشجعيهم. ناخد بيستا قبل الكيكه. ما لو خد على فكره فعلا، ما هو ده بقى اللي احنا بنقوله، ان هو انت هتعملي الاكل البطاطا والحاجات دي كلها، بس بيستا هيقنن من الكميات جدا جدا، بس ما تجيش تحطي مغريات، لسته مغريات كبيره بقى قدام الطفل وبتتحديه في ان هو لا، يعني خلي اكليه بروتين كويس، اكليه خضار وفاكهه كويس، وبعد كده اعملي الكيكه، اعملي البطاطا. انا بيستا والكورس مش منعك من ده، بالعكس ان هتاكلي انت او الطفل كميات قليله او مريض سكر. خلي بالك يا هواند، ميزه كورس بيستا او منتجات شركه بقى بايو ناتشرز، برضو عايزه افكركم تاني من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه، هي الارقام الحصريه، ان شركه بايو ناتشرز زي الوكيل الحصري لمنتج بيستا. وتاني صفحه بايو بيستا تقدروا تدخلوا عليها عشان تشوفوا كل المنتجات اللي بتوفرها شركه بايو ناتشرلز، هي منتجات امنه وطبيعيه 100%، مناسبه لجميع الاعمار ولاي حد عنده اي مشاكل مزمنه، سكر، ضغط، كوليسترول، ما عنديش اي مشكله او تحفظ معاها. دي نقطه مهمه جدا. طيب دايما بنحب ان احنا نسمع على الارض الناس برضو بتقول ايه، الناس اللي هي جربت هذا المنتج وازاي فرق معاهم في حياتهم وقدروا ان هم يخسوا قد ايه في خلال وقت قد ايه. خلينا نروح يعني نشوف الفيديو ده بكيس معينه، هو اسمه ابراهيم وبيحكي عن تجربته مع بيستا وازاي قدر ان هو من خلال كمان فقدانه للوزن ان حياته تختلف بشكل ايجابي. يعني خلينا نتابع. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنه، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، ما كنتش اعرف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم فيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، ده غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح، فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. دايما لما بسمع حد من الناس اللي هي عندها كان سمنه مفرطه او اوفر ويت بشكل كبير، ازاي الخساسان وفقدان الوزن الزائد ده بيفرق في حياتهم؟ يعني في ناس كانت تيجي تقول لك انا كنتش عارفه اتجوز عشان وزني الزائد، في ناس تقول لك انا نفسيتي كانت تعبانه جدا، في ناس تقول لك انا ما كنتش لاقي شغل عشان وزني الزياده، فحاجات كتيره كانت هي العائق فيها في استمرار الحياه والنجاح السمنه. فده ملف مش حاجه جماليه على قد ما هو حاجه اساسيه ان احنا نوصل للوزن السليم، وكمان ان احنا نتفادى امراض كتيره جدا على اللونج تيرم او لما نكبر ان هي يعني نصاب بيها. فملف شائك وليه كمان امور كتيره متشعبه منه. انا عايزه اروح معاكي برضو بما ان احنا بنتكلم عن الشتاء وعن الجوع، انا ازاي احاول ان انا من خلال بني ادم ما عندوش اراده قليله ان هو اخلي منه بني ادم لا قادر ان هو يحقق اللي هو نفسه على الارض، يقدر ان هو يتحكم في شهيته وبالتالي برضه ما يفقدش فيتامينز الجسم محتاجها. ايه اللي مع بيستا بعد ما خلص الكورس ده او حتى اثناء ما انا باخده للتثبيت ممكن ان هو يعوض لي الفيتامينز ويحسن من مودي ويحسن من الوظائف المختلفه اللي في الجسم، يعني بالتالي اللي هي بتفقد مع تقليل كميات الاكل اليوميه؟ اوكي السؤال ده حلو قوي يا نهاوند. هو مركب بس يعني ايه لامه بالدنيا، بس هو بقى يعني بس هو احنا نقفل الحلقه بعديه. هو ده يبقى الختام، لان هو ده زي ما بقول لك انت عارفه ده اللي بالظبط اللي شركه بايو ناتشرز فكرت فيه. ازاي الناس اللي بتروح مدى عمرها ده كله على مليون دكتور دايت، تدفع كشوفات وتعمل اجهزه اللي هي طبعا انا شايفه ملهاش اي لازمه خالص، لان هي مرحله ما في نهايه المشوار خالص للنحت، لكن انا عشان افقد وزن افضل اقول انا نزلت كام سنتيمترات، ده كله كلام خاطئ. ان انا اعمل عمليات بالاف الجنيهات، ان انا اعمل بالون اللي بتوسع المعده،
كل دي حاجات شركة بايو ناتشرالز عرفت ان نتائجها للأسف بتؤدي للفشل مع معظم العيانين، فقرروا ان احنا نعمل ايه، نديكي منظومة الأسئلة اللي انت سألتي عليها دي اجابتها كلها في كورس بيستم. بمعنى ايه؟ انا اديتك الحاجة اللي تعمل كنترول على الشهية والإرادة اللي ضعفت نتيجة حاجات كتير، منها النفسية، منها الضغوطات، منها ان انا عملت محاولات كتير وفشلت، فانا عملت حاجة مؤقتة ان انا اعمل لك بيها الشهية من غير ما اوسع معدتك زي البالونة اللي بتتعمل بره، الياف طبيعية هتنفش في معدتك. طب دي اول خطوة. الخطوة التانية، سرعت عندك الحرق بريت عالي جدا بان انا اديتك مستخلص القهوة الخضراء اللي معمول بتركيز معين فعلا بيفرق في الحرق. طب دي النقطة. النقطة التالتة بقى قلب مالتي فيت، الفيتامين المركب من 13 عنصر بيشتغلوا على كل حاجه في جسمك علشان ما يكونش فيه اي عنصر ناقص. طب بس كده عشان يبقى شكلي حلو والفيتامينز متظبطه؟ لا، عشان نقص الفيتامينز بقى نهاوند بيؤدي بطريقه غير مباشره لضعف معدل الحرق اللي هتلاقينا مع الوقت. ده انا كنت جايبه ورقه كنت ماشي عليها زمان من كام سنه، بطلعها دلوقتي وامشي عليها ما خسيتش غير 200 جرام. ده نتيجه ان انت عندك نواقص من الفيتامينز ادت لاعاقه معدل الحرق. ونضيف لده ايه بقى، شركه باي ناتشرز قامت حاطه فيتامين دي 3 هديه على الكورس. طب ده ليه؟ عشان اي هديه والسلام ولا عشان في مقصد من ده؟ المقصد ان نقص فيتامين دي بيؤدي لمشاكل كتير لا حصر لها، اولهم ضعف معدل الحرق، الام العظم، حاله الكسل والتعب، مشاكل كتير من الاكتئاب اللي الناس كتير بتعاني منها دلوقتي. انا هوند وبالتالي انا مكتئبه فباكل وبفتح باب الثلاجه، هو ده باب السعاده بالنسبه لناس كتير؟ لا، احنا لما ظبطنا معدل فيتامين دي 3 في جسمنا انا قللت معدل الكآبه والدايره المغلقه بتاعه الشهيه المفتوحه والاكل. فانا واحده واحده عملت لك سيطره بالبيستا الالياف المليئه على الشهيه، واديتك حاجات تخلي بعد كده شهيتك مش مفتوحه حتى لما نوقف بيستا او في مرحله التثبيت اللي هنوصل لها مع فريقنا الطبي اللي هيتواصل معاكم على الارقام اللي ظاهره على الشاشه وصفحه بايو بيستا. هتتابع معاه اسبوعين مرحله الخسيه توصل لهدفك، يبتدي يثبت معاك ويتاكد ان انت ملتزم بفيتاميناتك عشان بعد ما تخلص الكورس خالص خالص وتوصل للوزن المثالي حته الشهيه تكون حصل فيها يعني قلت كتير وحرقك بقى رجع تاني كويس. رائع جدا. هو في بقى حاجه زي بيستا للناس اللي عايزه تتخن؟ عايزينكم تعملوا لنا حاجه كده. والله يا شركه باي ناتشرز عندها يعني بورتفوليو كبير جدا من المنتجات، لان في ناس كتير بتطلب ده على فكره، بتطرحها دايما باستمرار تدريجيا. فعشان كده بقول لاي حد يدخل على صفحه بايو بيستا هيلاقي دايما تنوع في المنتجات اللي تناسب اعمار كتير وطبعا كلها طبيعيه 100%. الناس اللي عايزه تتخن دي انا بحس ان هي ناس يعني مش محظوظه او بنحسدهم، لا اكيد لا، بس بس لا بجد يعني عايز تتخن كل يعني دي متعه يعني. والله صدقي، ما بصي كل واحد بقى بيبص المتعه انك تاكل اصلا. بيبقوا قادرين، تخيلي يا نهاوند انا بيجي لي فعلا حالات. ما كريم كده على فكره، كريم من الناس اللي ما بيجي يعني كريم نبقى مثلا قاعدين كلنا بناكل ياخد قطمه اثنين ثلاثه اربعه وبيبقى شبع، ولو احنا نبقى لسه ما كلناش اصلا. بالظبط، ولو ضغطوا على نفسهم بيتعبوا، فهي محدش مرتاح. بس اكيد اكيد المشكله الاكبر ان مريض السمنه اللي بيؤدي الى امراض مزمنه كتير جدا، اخطر بكتير، على القلب والسكر والكوليسترول، اصابه السمنه السكر النوع الثاني. فاكيد اكيد ان السمنه مرض اخطر بكتير جدا طبعًا من النحافه. طبعا طبعا اتفق معاكي 100%. طيب لو هنروح لمكمل غذائي وتحديدا الب مالتي فيت، وازاي ده ممكن يكون بيعمل بالانس مع الخساسان او مع بيستا تحديدا؟ طيب احنا دلوقتي عايزين نتفق على حاجه يا نهاوند، ان بيستا نفسه الساشت اللي هناخدها قبل كل وجبه بنص ساعه عشان تحد من الشهيه بتاعتنا، هو نفسه فيه فيتامين سي وفيه كروميوم بتركيز عالي محترم جدا. واللي مش ناس كتير عارفينه ان فيتامين سي دايما بنقول ده فيتامين المناعه عشان نقوي المناعه، لا ده في معلومه رائعه عن فيتامين سي بقى يا نهاوند، ان هو بيروح يطلع الدهون من جوه الخلايا بالذات العنيده، يعني منطقه الكرش، البطن، الارداف عند السيدات، فمش بيساعدك تخسي وخلاص. يعني دايما الناس اللي متابعه المتابعه المجانيه على الكورس مع الارقام اللي ظاهره على الشاشه بيقولوا ايه بقى لفريقنا الطبي؟ مثلا هي كانت وزنها مثلا 70 كيلو بعد الولاده وعايزه ترجع تاني لوزنها الاولاني، انا كان وزني 60. بتقول وانا وزني 60 قبل ما امشي على بيستا وانا بنوته لسه كنت بلبس مثلا في المقاسات مقاس ميديم. لما خست على بيستا ورجعت لوزنها اللي قبل الحمل بقيت بلبس سمول. فده نتيجه ايه بقى؟ ان احنا ممكن على فكره انت تخسي وانا اخس بطرق مختلفه، انت تحسي بطريقه غير صحيه وانا بطريقه صحيه، انا متابعه مع حد متخصص فعلا وبيقول لي الصح ايه والغلط ايه، باخد فيتامينز، باخد منتج زي اللي انا بتكلم عنه فيه فيتامين سي وكروميوم، وباخد مالتي فيتامين فيه كل العناصر.
انت خسيتي دهون بصوره قويه اللي هو قلب مالتي فيتا بالظبط كده، خسيتي دهون بصوره قويه فحصل نحت الجسم كان هون، الدهون اللي في المناطق العنيده راحت. لا معلش دي نقطه مهمه جدا، يعني احنا بنتكلم ان بيستا هنا لما بيخسس هو مش بيخسسك ان جنرال في جسمك كله تلاقي وشك باظ او حاجه، لا هو بيروح للدهون المتراكمه في منطقه معينه العنيده. طب ده رائع بالظبط، ده في ناس بتعمل سيرجريز يعني بتعمل عمليات عشان ده مظبوط، وفي نفس الوقت بيعمل ايه الكروميوم بقى التاني اللي هو بيشتغل ان عضلاتك تكون احسن فيديكي الباور او الطاقه اللي ناس كتير بتفتقدها مع اي نظام غذائي او اي كورس بيمشوا عليه، ده احنا ماشيين على دايت انا مش قادر انا تعبان انا بروح مودي وحش انا متعصب انا بروح من الشغل ما عنديش استعداد لانزل اتحرك ولا اعمل رياضه ولا اتمشى لان انا ماشي على دايت قاسي. لا احنا ما عندناش دايت قاسي، احنا عندنا زي ما قلنا حاجه تحجم شهيتنا، نخس من 8 ل 12 كيلو شهريا بطريقه امنه وصحيه من غير الشعور بالحرمان. والنقطه الاخيره اللي عايزه اقولها لاي حد بيتفرج علينا، تقدروا تتواصلوا على الارقام اللي ظاهره على الشاشه وصفحه بايو بيستا لشركه بايو ناتشرز، هي الوكيل الحصري لكورس بيستا المتكامل اللي هو بيستا ألب مالتي فيت مستخلص القهوة الخضراء والهدية فيتامين دي 3 مع المتابعة المجانية مع فريقنا الطبي. يعني ايه تاني بقى؟ ما فيش احنا ننهي بقى الفقرة. ما عندناش عذر بقى، ما عندناش عذر بقى الفقرة كده. في سنة. يعني أي استفسار طبعا ابعتوا على الصفحة يتم التواصل مع حضراتكم، تالي برضو فكرة المتابعة مع الاستخدام وما بعد الاستخدام دي نقطة مهمة جدا كلنا في حاجة ليها، إن احنا دايما يبقى في حد بيتابعنا برضو في خلال مشوارنا أو رحلتنا مع يعني فقداننا للوزن أو وصولنا كمان للوزن المثالي. دكتور يامن نورتينا، وملف مهم ولسه عندنا كلام كتير جدا في صحيح. موضوع السمنه خلال فصل الشتاء، لان يعني احنا لسه بنقول هنبدا لفصل الشتاء فاكيد هيبقى في اسئله وهيبقى في استفسارات كتيره. بشكر حضراتكم على كل حال لمتابعتنا النهارده للحلقه وكمان للفقره الطبيه، ونشوفكم بكره انا وكريم حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.